I think this is my friend in the function, the one that we're trying to talk about on the civil enclosure, due to the public discussion for last month. We decided to settle the town essentially with some borders on top of atherosclerosis. According to the mechanism of event of the function, I have a party. Now, after the red coronary artery has an interior MRI, where I can then say the name, or the letter, or ABM. The number of parts of the upper anterior descending, and that's more anterior MRI, with that eventy, here I can begin with that or not. When I'm upper still complex, I have asked the lateral MRI, where I can then to meet the system, either in the room or in the room. بعد كده اتكلمنا على السيمبتومز بتاعت الـ MRI وقلنا ان هو chest pain لكنه more prolonged, more severe, الكاركتر بتاعته عنيف شوية يحصل معاه complication ما يحتاجش بيه المايجريت ممكن يجي at rest ممكن يبقى silent في أربع أو خمس أحوال لو كان الشخص ده عنده diabetic peripheral neuropathy لو كان old age لو after transplantation during the coma أو general anesthesia كجنرال examination معلق على البنك نعلق على التمبريشر على البلد بريشر على الريسبيراتوري ونشوف النيك بين العين هو انت عنده استنباتات الكوبر اكتيفيتي كجنرال اكزامينشن وعجلنا حاجه اسمها لوكال اكزامينشن لما ناخد اللوكال هارت اكزامينشن. بعد كده قلنا يتميز المايكروبيال انفكشن بروز كومبليكيشن. الكومبليكيشن دي لو كانت هي مع الفيرست برزنتيشن هو جاي لي دلوقتي هو جاي لي دلوقتي وعنده حاجه من الكومبليكيشن دي فدي بسميها ايرلي كومبليكيشن. اما لو كانت الكومبليكيشنز بعد ما حدث في المستشفى وقعد فيها شويه انا دي بسميها ليه كومبليكيشنز. فانا عندي خمسه ايرلي وعندي خمسه ليه. الخمسه الايرلي اللي هم شوك وارت فيلير واريزميا ويحصل مشاكل في الثلاث فقرات بتوع القلب ثم فاضل ده. وذكرنا اول واحده قلنا الشوك على نوعين الكارديوجينيك يا نيوروجينيك والباد بروجنوزز طبعا كانت الكارديوجينيك والجود بروجنوزز كانت نيوروجينيك. وقلنا ممكن يحصل هارت فيلير رايت ولا لا؟ هو الاساس طبعا الاكثر هو يحصل اقلب لان اساسا الاسكيميا والانفكشن بيحبوا اقلب مش كده؟ ولو حصل رايت ربما يكون الانفكشن في رايت ربما يكون ذلك ولكن ربما يكون رايت سايد هارت فيلير سكند تو ليفت سايد هارت فيلير. واتفقنا على حاجه ربنا يبارك لكم في الوقت ده. اتفقنا على حاجه احنا بنجمع وبعدين نبدا نفصل بمعنى لو جالي سؤال كومبليكيشنز اوف ام اي بعد ما اقول الديفينيشن انا هرص الاول كده بص هرص الموضوع كده هرص الصفحه بتاعتي كده وبعدين امسك كل مره اتكلم عليها شويه. مرات كتير الدكتور الواحد يولد ممكن بيصلح للدفعه كلها يبقى مثلا صلح 500 600 ورقه بيقعد يصلح هو بيصلح السؤال ده للدفعه كلها ما تفهمنيش انا بيقعد يقرا كل كلمه هو بيعمل ايه؟ انا بصحح يعني بيعمل ايه؟ الولد ده خط حلو ده كاتب بطريقه حلوه ده نظام منظم ده هو وصف الحاجات وبعدين شكل الاجابه السؤال اصلا ايه؟ يعني الشكل حلو خلاص دلوقتي اخلي شكلك كده اخلي شكلك كده ازاي؟ يعني حتى لو الولد اسالوا البنات اللي اكبر منكم طول السنه انا عمال اقول كلمه واحده طول السنه طول السنه البنات يا البنات بطبيعتها عندكم بنت رهيبه وده بيعمل مشكله في الامتحان الامتحان والله بيجي امتحان صوره امتحان صوره يعني ايه؟ لازم اكتب بصوره انت خليك طويل جدا ونفسي اللي بحط الامتحان تقعد تكلم مع الطالب يعني مش ممكن يعني الامتحان بجد انا لو بقى مرتاح خمس ساعات المفروض ان البيت تخلصه في ثلاث ساعات عارفين يا ولاد لو في الامتحان فيه سؤال او اثنين مش معروفين ومحدش عارفهم ومحدش جاوبهم مش مشكله مش مشكله خلاص يعني ايه؟ حاجه على الكل قمه الذل بصوا اللي انا بقوله قمه الذل ان انا بعرف اللي جاي انا مذاكرها كويس جدا عارفها كويس جدا ومذاكرها ومسمعها ومتوقعها كمان ومسمعها ومتوقعها ومذاكرها مش وقت ان انا اكتب فاهمين ولا لا؟ عشان كده اتعودوا على حاجه اتعودوا البنات ازاي؟ وحتى امتحان الولاد والله كان طويل يعني حتى الامتحان ده هو السنه دي جاب الامتحان ده في الطريق يخلي الملك اربعه طب الوقت كان ايه؟ لا انا فاكر الولد كتب الوقت كان ايه؟ لا ما هو عايز يكتب حاجه لكن الامتحان سهل والامتحان سهل يقول لك اجابات بس ايه؟ بس مش لاقي انت فاحنا لازم نتعود على حاجه نصرعوا رتم حياتكم شويه نصرع رتم حياتنا نصرع رتم حياتنا في كل حاجه امشي امشي بسرعه اكل اكل بسرعه اتحرك في كل حاجه اعملها بسرعه احاول انجز بسرعه لان بنيجي في الامتحان بصوا يعني ايه تصرفكم ما اقول لكم والله العظيم افتكروا الكلمه دي البنات كلمونا دكتور افتكر لك كلمتك صرعوا رتم صرعوا رتم صرعوا رتم بتاع حياتكم شويه وما تعملوش بيا احنا هنعمل كده 18 امتحان هنعمل كده مع بعض 18 امتحان الامتحان ب 50 درجه المجموع 900
مقدمهم عليا هو اللي هيكون واخد السنة. والامتحان هيبقى تايم، يعني ايه تايم؟ الامتحان ده هيتحل في 40 دقيقة، هم 40 دقيقة. تعودي نفسي ان انا اخلص بالايه في ال 40 دقيقة. عشان لما تيجي احمد سنة براحتي بقى وقدامي ثلاث ساعات. بصوا انا مش بخوفكم ولا حاجة، مفيش سؤال صعب. طب اقول لكم حاجة تانية، احسن بالله العلي العظيم. في امتحان البيان انا قايل لهم اربع اسئلة جوه الامتحان. انا قايل لهم كده، السؤال ده هيجي، السؤال ده هيجي، السؤال ده هيجي، السؤال ده هيجي. مين اللي ايوه ده حتى هو حاجه كاتبين جنب البتاع ايه؟ ده هم بعتوها لي يا دكتور ده ايه دي سؤال وده ايه دي سؤال وده ايه دي سؤال. يعني الامتحان مش ايه؟ مش مستقيم. على فكره مش انا بس، يعني ما انا عارف الامتحان اللي جه فدي ما جاتش، فدي اللي هتيجي، فدي اللي ما جاتش، فاهمين كده يعني؟ لو الناس اللي بيتكلموا فيه وانت هنا كان عارف كده من خبرتي، لكن الفكره مش بكده. احنا عارفين الاجابه. وانت وانا عايز اقول له عايز اقول له يعمل ايه؟ يطلع عنده حياته كل حاجه، اللي بيعمل حاجه يعملها بسرعه. وايه المشكله؟ لما ذاكر بسرعه واخد بسرعه واخد بالك وانجز بسرعه، ايه المشكله يعني؟ بعدين تخلص وهاجر اللي وراك، يبقى قدامك وقت عايز تعمل حاجه، تعمل مشروع، هتتحرك، هتتمشى، يبقى عندك وقت حتى للهزار. فانت طلع نفسك، مش الفكره كمان ان انا ايه؟ ان انا قاعد بذاكر فجاه كده وانا نفسي اتكلم معاك يخلص وقت، ده صار عليك في حياتنا. انا ما ينفعش، المهم ده يا راجل بقى بص احنا هنعمل ايه؟ اتكلمنا على الشغل، واتكلمنا على الفرق، كده في كلمه اسمها اريزمو. اريزمو اي ديستربنس في الهارت ريت او في الرزق اسمها اريزمو. لو ده الوول بتاع القلب اهو، دي حته جايه من القلب. والحته دي انا حاطط فيها انفانكشن او الكيميا، اللي دول زي بعض. انفانكشن او الكيميا. الاسكيميك اريا او الانفانكشن اريا دي هي منطقه اريزموجينيك. يعني ممكن تطلع اشارات غريبه، ممكن تعمل حاجات غريبه، ممكن تعمل ايه؟ تعمل اكسترز سكور. يعني القلب شغال حلو. هوبا الحته الاسكيميك دي عملت ايه؟ واحد مجمعها قوتها بوم، راحت عامله ايه؟ خبطه قبل الاوان اسمها بريما دي ثم كومبنساتوري تاخد. دي حاجه يعني ممكن المريض اللي عنده انفاركشن يجي لنا صوره اكسترز سبورت كوميونيكيشن كومن، ويتش از كومن، فيري كومن ان هو يجي لنا صوره ان هو يجي لنا صوره اكسترز سبورت. الاحتمال الثاني مش احنا البيس ميكر بتاعتنا هي الاس اي لوب؟ طب مش العين دوت متوتر وقلقان وخايف والسمباتيك شغال؟ لما السمباتيك يشغل الاس اي لوب دي انا ضربات القلب هتبقى، ودي حاله ان شاء الله اخدها بس كده، بس صفحه اسمها ساينس تاكي كارديا. يبقى دي حاله ايه؟ ساينس تاكي كارديا. انا بتكلم في الانيميا. ذات اوكيرد ان ريسنت ام اي ان اكيوت ام اي حاجتين. يا ساينس تاكي كارديا يا اما فنتريكولار اكسترا ديستور. ساينس تاكي كارديا حضرتك ازاي؟ ازاي؟ انا سمباتيك شغال. طب امال البتاع دي الاكسترا ديستور حضرتك ازاي؟ لا ما انا عندي حته اكتوبل، فانا عندي حته ميته في القلب، عندي حته غريبه في القلب، وربما طلع اشارات قبل الاول. مفهومة؟ الحته الثانيه ممكن الناس دي مش عارفه، على فكره الاكسترا ديستور ده كلام ايه؟ حاجه سهله. وحتى في ساينس تاكي كارديا حاجه ايه؟ حاجه سهله. ممكن يحصل حاجات صعبه. تقول لي ازاي يعني؟ ايه رايكم لو الحته اللي في الجنب دي يا ولاد اتجننت قوي ولا السرع كده؟ يعني مثلا كده 150 200 دي اسمها دي تاكت. بدات ترعش دخلتها في حاجه اسمها فنتريكولر ودي تعمل فرن ديس. ايه رايكم؟ يعني ممكن يحصل دي تاكت ولا فنتريكولر فيبلش؟ قولوا اللي بعدها، قولوا اللي بعدها. ايه رايكم لو حصل انفاكشن وخد الحته دي؟ خلاص اقول لكم حاجه، هي راجل هتتقال. ذا كومن استقالتني ذات اوكي والريسنت ام اي ثم ساينس تاكي كارديا وفنتريكولار اكسس سبور. ذا سيريس او ذا موست دينجرس الاخطر، الحاجه الخطيره اللي ممكن تحصل ان ممكن يحصل معانا فنتريكولار تاكي كارديا ومنها فايبريشن او ممكن يحصل هارت بلوك. يبقى في حاجات كثيره وفي حاجات خطيره. الحاجات الكثيره اللي هي السهله ساينس تاكي والاكسترز سبورت، الحاجات الخطيره هي الفنتريكولار تاكي كارديا والهارت بلوك. يا رب يكون الكلام واضح، في اي مشكله؟ طيب يحصل مشاكل في طبقات القلب. القلب ثلاث طبقات، اندوكارديان ومايوكارديان وبيريكارديان. يحصل مشاكل في الثلاثه. فرضا ده اللي انت بتقوله النهارده اهو، وده الوول بتاعنا كده عامل كده. الحته دي الجزء اللي قبل المظلل ده هو اللي حصل فيه انفارشن. الحته دي حصل فيها هنا انفارشن في الجزء ده. هل الحته دي عارفه تشتغل؟ عارفه تعمل كونتراكشن؟ لو في دم جه على عليها يحصل له تكنيشن. ولو حصل له التكنيشن هنا تبدا تتجمع هنا ايه؟ ثرومبوس. شاطر يا دكتور، ممتاز.
الترومبس اللي قاعده في الجدار كده اسمها نيورال ترومبس. اسمها ايه؟ نيورال، قاعده في الجدار. خدناها زمان، خدناها زمان في الجدارات بتاعت الباثولوجي. كان في قلب مفتوح كده وتبص جوه تلاقي فيه ها جلطه قاعده. الجلطه اللي قاعده في الجدار دي ها اسمها نيورال، نيورال قاعده في الجدار، نيورال ترومبس. هذه النيورال ترومبس، هذه النيورال ترومبس حصلت ازاي؟ انا عندي مشكلتين يا ولاد. المشكله الاولى، هل الحته دي عندك تشتغل كويس؟ لا، البومب بتاعها مش شغال. وفي نفس الوقت بقت راس تبدا، يعني الفرصه سعيده ان يتكون عليها ايه؟ تقول ان يتكون عليها ترومبوزس وش از كومن، فاليورال ترومبوس از كومن. طب خلاص اتكونت يورال ترومبوس، انت زعلان ليه؟ لا انا زعلان جدا، اصل هذه النيورال ترومبوس ربما يحصل لها ديتاتشمنت، ولو حصل لها ديتاتشمنت هتتفتت وتنشف الاورطه، ولو تيوزع على اماكن كتيره قشرها البرين، العين، الاسبرين، الكبد، طب الاماكن كتيره تعمل لي شاور بوست امبولاي. والسبب ان انا عندي ميوكارديا انفارش، يعني دي انت نزلت، يعني انا عندي ام اي وجي لك ضغط في المخ، يجي لك بشاور بس، فاهمني ولا لا؟ يبقى الفكره انك تقول انا عندي نيورال اثرونس. ممكن ده على مستوى الاندوكارديا. على مستوى البريكارديا، البريكارديا طبعا هو غشاء الايه؟ المحيط، السيرس ميمبرين اللي في خط القلب كده، هو عباره عن ساك، يعني عباره عن طبقتين، الطبقه اللي بتبقى في القلب اسمها فيسرال، والطبقه اللي بره اسمها بارايكال. ايه رايكم لما الحته دي يبقى فيها انفاركشن رهيبه؟ انفاركشن جامد. هذا الانفاركشن الجامد يعني بصوا، يعني لازم البريكارديا يخلي عنده دم. يعني الحته دي اصلا مين؟ انفاركشن، اسكيميك نيكروز، حته يعني متدمره فيها تيشو دامج رهيبه. اكيد البريكارديا مش هيتفرج عليه، البريكارديا بيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يتعاطف معاها، يحصل فيه شويه انفلاميشن، فتلاقي الجزء ده من البريكارديا بقى انفلين، الحته دي انفلين، وممكن يبدا يتجمع هنا شويه اكسل شويه فلويد. لما يحصل انفلاميشن بس يبقى اسمه دراي بريكارديتس. هذا بس واحده، دراي بريكارديتس. لو اتجمع شويه اكسل شويه فلويد يبقى اسمه بريكارديا انفلوجن. وده بيحصل من اول ما يحصل ام اي. بس عندي سؤال لحضرتك، بس شغل مخك، مين اللي هيحصل معاه بريكارديتس وبريكارديا انفيوجن اكتر؟ الاستيني ولا النون استيني؟ طب عايز بقى استيني، عايز نون استيني؟ والله ايه البتاع ده؟ ها؟ يعني لو كنت جيت ومسرحش هيعمل ايه؟ هيستيني، وبعدين ايه عمل ايه بقى؟ الهول كله ايه؟ كل اللي يعني كل البطن اتدمرت. طب فرصه ان يدخل معاه. اما المال الثاني، بص انت المال الثاني يبقى ازاي بصيرته؟ المال الثاني ياخد الحته دي. يعني الحته دي حصل فيها الفرصه، لكن الجزء ده ثاني. فممكن البريكارديا يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك ان البريكارديا الافكشن كومن وذ ستيني ها مور ذان المال الثاني. مظبوط ولا لا؟ يبقى احسن، يبقى هيحصل اكتر لما يكون الانفاكشن في حته ايه؟ في حته كبيره، صح ولا لا؟ واخد مساحه كبيره، وفي نفس الوقت واخد اللي هي وطالع لبره. طبعا كمان شويه هقول لكم حاجه، ده ممكن حته من القلب كمان ولا تتفتح، ويبقى الدم اللي في القلب يخرج في البريكارديال يعمل هيموبريكارديال. هيموبريكارديال، بصوا ما تكونوش موجود. هو حصل له انفاكشن دلوقتي. لما حصل له انفكشن دلوقتي البريكارديوم اللي حواليه بدا يحصل فيه شويه التهاب على الجلد، على الماشي، بيبقى اسمه دراي بريكارديتس. لو حصل شويه اكسيوريشن يبقى اسمها هايبريكارديوم. اتنين طبعا شويه ويبدا يخف. لو الموضوع ده كبير جدا وملحق وعمليه وحشه قوي، ممكن الدم اللي جوه القلب ياخد منين؟ في البريكارديوم. حلو؟ ده ليس يعني ممكن يكون مع الفيرست برزنتيشن. هاجي بعد شويتين هقول لك في حاجه اسمها بوست الفاركشن سندروم. اخلص منها. ايه يا دكتور ده؟ ركز بس معايا شويه. واحد حصل له مايوكارديال انفاركشن وشبع انفاركشن خلاص. وعدى اسبوعين من هذا الانفاركشن. هذه الانفاركتد اريا اصبحت جزء غريب. جسم غريب. حاجه غريبه. بدا يطلع منها انتيجين وينشف الدم. كملوا بقى. بدا يكون دمه يروح يضرب الانفاركتد اريا والبريكارديا من اللي حواليها. يروح عامل بريكارديتس. فهمتوا حاجه؟ بس ده بعد ايه؟ اسبوعين يعني لا، بقول لك من اسبوعين ل 10 اسابيع. ده مش ريسنت، ده مش هيتقال مع الايرلي، هيتقال مع يعني حوار البريكارديتس فيري كومن. طب يا دكتور
الانسان ده الانسان بيعمل مشكله. تخيل بس الوضع كده، من صفاتك وراء ضمير في الوضع يعني. اللي عنده بالانترنت بيشتكي من ايه؟ شفت مين؟ بيشتكي من ايه؟ شفت مين؟ طب هو ده مريض الام اي كان عنده ايه؟ ودي مشكله. ده دي مشكله؟ ايه المشكله؟ الدكتور عندي وجع هنا الحقني يا دكتور مش عارف ايه؟ فالدكتور يعمل له خلاص هات لي قلبه وثقافه اللي هو عنده ام اي، حاجه زي كده معايا. ثم يا دكتور عندي وجع، يا دكتور عندي الم، فالدكتور مش عارف. هو ده بسبب ان البريكاردايت اللي حصل ولا ده بسبب ان هو بيحصل له انفانكشن تاني، فهمتني ولا لا؟ فدي مشكله كل شويه تعمل له سيريال اي سي جي. كل شويه كل واحد من العيال زي اي سي جي اي سي جي، انما كان في واحد عندك ايفنت اشرحها. تو ديفرنشيت بتوين بريكاردايتس اند ماي فاضل انفانكشن، فهمت ولا لا؟ وطبعا البريكاردايتس ستيتشنج لين وخفيف، لكن الانفانكشن بيبقى اي حاجه الا الاستيتشنج. طيب على مستوى الاندوكارديا خدها ايه؟ نيورال ترومبوزس. على مستوى البريكارديا عايز كلمات غالي بريكارديتس غالي انجوزن، وممكن بقى يبقى هيمو بريكارديا. كويس جدا. على مستوى الميوكارديا، الميوكارديا ده حكايه بكره ادي اللي انت سايب فين؟ الميوكارديا حكايه يا ولاد. ادي الميوكارديا اهو، انت بتسمعي كده ميوكارديا. ممكن الميوكارديا ده يحصل له دامج كده، يعني المرض الانفكشن عليه وشال الحته دي كلها، راح الدم هنا ايه؟ شارك اتجمع في الشارك، عمل لي حاجه اسمها بوليكارديا. لما الدم بيخرج من يبقى كتير يبقى ضغط على القلب من بره، فالقلب ما يعرفش يتنقل تاني. دي كلمه وحشه قوي 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 اسمها كاردياك تامبونات. كاردياك تامبونات انا اخدها عنوان، يعني رابد اكيميوليشن اوف فلويد ان بريكارديا. ازاي؟ لو ضغط على مين؟ مش انا القلب عشان يضخ لازم يتنقل، وعشان يتنقل لازم يعمل ريلاكسيشن. هو عنده حاجه انترفيرز ريلاكسيشن، حاجه تتعارض مع هذا الريلاكسيشن، هيسموها كاردياك تامبونات. بتيجي فجأة، هيجي فجأة، هل حصل رقصة من الميوكارديا؟ ودي لوحدها قاتلة، عشان كده يحصل صدمة كده. طيب ما حصلش يا دكتور هنا حاجة، الحتة دي حلوة وما حصلش فيها حاجة، بس حصل يلا بص بص اللي جاي دي ظريفة جدا، حصل انفكشن في السيستم. وراح السيستم فاتح على الرايت. ولما الليفت فاتح على الرايت عن طريق السيستم، دي حالة اسمها في اس تي دي، فينتريكولر سيستم انفكشن. الفي اس تي دي طول عمرنا متعودين عليك انها مرض ايه؟ كونجنت، يعني طفل بيكون عنده سكر في القلب. اللي حصل هنا اكواير في اس تي دي. اكواير دي اس دي، يعني ايه اكواير دي اس دي؟ يعني ايه اكواير دي اس دي؟ يعني حصل سكر بين البوك فيتريكلز عن طريق حاجه مرض حصل. المرض اللي حصل هو مايوكارديا انفاركشن. يبقى انفاركشن في الوول اللي بره هي مايوكارديا وكارديا تامبونات. على مستوى السته بيعمل اكواير دي اس دي. اللي جاي دي مهمه. بص يا ولاد، بس دي منظر بقى لوحدها. ده الليفت سايد تاني اهو. وده الميترال فالف ولا ايه؟ بص يا ولاد، الفلتر ده بيضرب في قوه 22 22 ملم متر عشان يضخ الدم لكل اجزاء الجسم. كويس؟ لما بيعمل كونتراكشن هذا الصمام اللي هو الكاذب ده، يعني الكاذب ده بالنسبه لقوه 120 الكاذب ده ضعيف جدا. فالمنطق بيقول ايه؟ ان لما الفلتر ده يعمل كونتراكشن هيروح الكاذب ده منطوق بقوه، بص هو عامل ده وعامل كده وده وعامل كده، يعني كل واحد منهم يروح فين؟ واحد يروح كده واحد يروح كده، يروح الدكتور راجع لمين تاني؟ بس الصراحه مش بيحصل كده، مش بيحصل ليه كده؟ عشان ربنا عظيم عمل لنا حاجه هنا اسمها بابيل بريموسل، عضله قويه وطالع منها كوردا تنديني مركز مين؟ مركز الكاسب في الليفلت بتاعت البلد. لو جاب البلد هيبقى رينج كده والكاسب تقفل عليه. الكاسب دي ممكن تعدي من القوه ده، انا في 120 قوه، فاهمني ولا لا؟ عشان ما ترجعش هنا، تعرفوا لو ردت هنا؟ لو ردت يسموها برولاب، يسموها انجاز، يعني هو كله رجع هنا، كله طلع هنا، هيروح الدم رجع تاني. هو طبيعي ان الدم يجي من البنتريك للاتريوم؟ لا، يبقى ده اسمه انجاز، هيبقى اسمه انجاز. بس خد بالك من حاجه، ربنا عمل لي بروتكتد ميكانيزم، فانا هنا في حاجه اسمها ايه؟ فبيرنا مصر وفرصه تديني عشان البنتريك يعمل كونتراكشن براحته، تروح قبل بس ما تطلعش لفوق. فبالتالي الدم ما ينفعش يرجع، فيروح الدم كله متجه لمين؟ كله متجه للعروق. ده في مشكله في هذا الكلام؟
ايه رأيكم لو حصل انفكشن وجه انفكشن المراضي ودمرني هذه الجرجة الديني او البازيلا المصر اصبح القلب زايد يجي الهيترك اللي يعمل كونتراكشن وفي القلب رابط كده لما القلب رابط كده نخلص مريض هالوجيرز يا ولاد هذا المريض هالوجيرز جه مرة واحدة ولا بالتدريج؟ جه مرة واحدة ولا بالتدريج؟ ها جه مرة واحدة اسمه اكيوت مايتر ريجيرز اسمه ايه؟ اكيوت مايتر ريجيرز هذا الاكيوت مايتر ريجيرز يؤدي الى اكيوت هارت فيلير اكيوت مايتر ريجيرز يعني ايه ولاد؟ يعني هبط الدم رجع للنفس الاتريا اللي جاله دم تاني من اللنج اصبح الدم اللي هنا كتير هذا الدم كتير ينزل يكتب في هذا اللفت فنتريك وبعدين يرجع تاني ويجيله دم ويكتب عمال يهبط في هذا اللفت فنتريك اكيوت مايترا رجال واكيوت لفت فنتريك الارتيريا الانفكشن الهارت بياخد ثلاث مستويات الاندوكارديوم يعمل ريوكروما البريكارديال يعمل دراي بريكاردايتس ممكن شوية بريكارديال انفيوجن ممكن هنا بريكارديال الميوكارديال على حسب الفتحة فين لو كانت الفتحة في الميول انا بعمل هنا بريكارديال موكارديا اكسابولات ودي قاتلة لو كانت في السفر تعمل اكوان جي اس دي لو كانت في البابيلا اللي بابا تعمل اكيوت مايكرو ريجيرز الذي يؤدي الى اكيوت هارد فيلر معلش اللي بيقول كده دي الموضوع تاني على مستوى الألبيات والأفشن كم حاجة؟ ثلاثة وحصل أفشن الإندوكارديوم الميولا الغروبة وخلطها طبعا تعمل ترومبا وخلطها على مستوى البريكارديوم دران بيكارديوم وممكن بيكارديوم الميولا وممكن ترومبا بيكارديوم لو على مستوى الميوكارديوم على حسب الاتجاه لو فتحنا لبرا لبرا هيحصل ترومبا بيكارديوم يبقى لو اتجمع كتير اسمه ايه؟ ها كامبوات وده طبعا حاجه قاتله لو طلع في السيستم يعمل اكواير دي اس تي دي لو ربطه من بابيلا اللي موصل او الكورد الديني اكيوت مايكر ريجيرز الذي يؤدي الى اكيوت طيب بالله عليكم كده استخفكم بالله لما يبقى واحد عنده ام اي وعرضه للكارديوجين شوك والاكيوت ليفت فنتريكولار فيلر اكيوت بالمونري جديدة وبيتا فنتريكولار فايبريشن وهارت بلوك وربش الضهار حيث القارد يكتب بلاد والأكيوت مايتر ريجيرز والحاجات دي كلها مش ممكن يبقى الفيرست برزنتيشن بتاعته صار ده عشان كده بيقول لي انا بسالكم سؤال كل حاجه ازاي مختار من ده؟ كل حاجه مختار يعني اي نفس الحاجه الخطيره ما تقوليش طيب استكي بقى لكن هو ايه من بريكولر تاكي كارد يعني بريكولر فايبريشن يعني نفس الحاجه الكبيره فالكومبينيكيشن وتنفع يا ترى بالصاد ده تنفع من حاجه مهمه اسمها early complications of MI وده سؤال لوحده حد عنده مشكلة early complications of my partner late complications معنى الحاجة في المتاخر يبدا يحصلوا بعض المضاعفات المضاعفات دي اسمها late complications late complications كلمة اسمها post infarction syndrome اسمها الثاني pulmonary pericarditis drift lung syndrome drift lung الراجل اللي وصفها drift lung syndrome بلورو بريكارديتس يعني انفلاميشن في البريكارديوم وانفلاميشن في البلورا. الميكانيزم بتاعها مش واضح قوي ومش مفهوم قوي، لكن على اغلب النظريات هي انيمولوجيكال ريأكشن. بتحصل من اسبوعين ل 10 اسابيع بعد حدوث الام ار اي. بص يا ولد دايما بتقول لها ثلاث اربع حاجات. اي حاجه بتحصل بعد المرض بفتره نقول على كون انتي بودي. يعني ايه؟ اقول لك الروماتيك فيفر بتحصل بعد ثلاث فوق الريأكشن بثلاث اربع اسابيع تقول لي على ايه؟ على ما يتكون عنده ها انت بودي بص يا ولاد واحد بيصير انفارش انا اتفقنا من شويه الحته الانفارش دي بقت ابنورمال اريا بقى ليها انت جينيستي بتاعت بتطلع انت فالجسم اللي طلع قدامنا انت بودي هي كده كده ميته مش فارقه معاها بس الانت بودي راح للبريكارديوم والبلورا اللي حواليها لما راح للبريكارديوم والبلورا اللي حواليها عمل كلمه اسمها بلورو بريكاردايتس وهذه البلورو بريكاردايتس بلورو انفلاميشن اوف بلورا ما هيش شبه البريكارديوم انفلاميشن للبلورا وانفلاميشن للبريكارديوم اون ايمونولوجيكال بيز يعني بسبب مناعي انا تفضل قاعده فتره تحتاج بقى علاج نونستيرويد وبتاع لغايه لما تخف فدي كلمه اسمها بوست انفارشن سندروم مفيش فيها كلام كتير بوست انفارشن سندروم من اسبوعين ل 10 اسابيع بعد حدوث الام ار اي اسمها الثاني دريسلر سندروم السبب بتاعها مناعه تكون انتي بودي ضد الميوكارديوم الباري وضد البلورا وضد البريكارديوم جاي طبعا في صوره
شفت دي مش عايزه كلام مفيش فيها كلام جديد طبعا بتعالج بيها بنقول لك تعالج برونسترويدات ولا مع علاج برونسترويدات تديله كورتيزين تديله كورتيزول وهكذا. مشروع لك ايرلي كومبليكيشن طبيعي ان حتى ميته فيحصل معاها بريكربان لا خبر بهبل ايه ده؟ دلوقتي صباح الخير المنفصل يعني هو خلاص كان حاسس خرج من المستشفى فجاي بعد كده عنده ايه تشيست تاني اوكي؟ في فرق من الاثنين؟ مايوكارديال انيوريزم او فنتريكولار انيوريزم مايوكارديال انيوريزم او فنتريكولار انيوريزم از ايه؟ از كومبليكيشن ايه اللي حصل؟ ادي الحتة اللي بيحصل فيها انفاركشن اهي لما حصل انفاركشن يا ولاد الحتة دي تنمو كده شوية بقت ضعيفة شوية فالدم دي قعد فيها لما قعد فيها الدم راح عامل زي ايه زي ايه زي بلج كده عمل هنا بلج اصبح هذا البلج تعمل اشعة ولا ايه ولا حاجة بقت الحتة طالعة كده لما نطلع كده بسمع انيوريزم يبقى الانيوريزم هو عبارة عن دايلاتيشن بس هذا الدايلاتيشن هيبقى تنمو ولا ايه؟ مش هو ايه الفكره؟ العضله كانت قويه. حصل فيها الفرش، الفرش طلع الثاني. فشويه الدم جوه بيعرفوا ايه؟ فاهم ولا لا؟ طلع كده من برضه كده برضه بعد ما انيوريزم. في اربع مشاكل هذا الانيوريزم. المشكله واضحه جدا. الواضحه جدا بص ان هو يتم ولا يعني نازل فين؟ خلاص لو انا مش عارف يلا كمل. هي ممكن يتكلم ولا هي سجود. تارجت لو غيرت واتكل على الله صح ولا لا؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه تعمل ريكرنت اريزميا الحته دي غريبه تعتبر اكتوبر فوكس ممكن تعمل لي اريزميا ممكن يتجمع هنا دم تعمل لي ريكرنت امبوليزم مفهوم انت الدم ده انتجنا في هذا المكان ممكن تعمل حاجه اسمها ريفراكتوري هارت فيلير الهارت فيلير الطبيعي يا ولاد لما اقفل اللون على القلب اديله بايوليتكس وحاجات كده برضه بايليتورس وبتاع واديله شويه ديجيتاليس ولا حاجه بوست بلاتوبك القلب يبدا ايه؟ يشتغل البوست بلاتوبك بيعتمد على ايه؟ ان العضله كلها بتتجمع على بعضها تشتغل انا عندي دلوقتي مشكله شويه العضلات دول عايزين يشتغلوا ودول عايزين يشتغلوا بس في ايه في النص؟ حته مش عايزه تشتغل فاقعد اديله التراديشنال تريتمنت العلاج العادي ما يستجيبش هقول لك في سبب في ازمات كتيره في عنوان اسمه ريفراكتور في ازمات كتيره من ضمن هذه الاجابه بيكون عندي مرض في القلب، مرض خطير زي حاجه اسمها مايوكارديال انيوريزم. بريزنتيشن اوف مايوكارديال انيوريزم اربع حاجات في حرف الحرف. ممكن يعمل شر ويعمل هيو بريكارديال. ممكن يعمل ريكارنت انيوريزم. ريكارنت ثرومبوجامبوليزم. ريفراكتوري هارت فيلير. كلمه كلمه يرشر لانه بقى كلمه ها ريكارنت انيوريزم لانها حته غريبه اكتبها ريكارد ثرومبو امبوليزم حاجه عامله زي الجيب كده هي جيب ممكن يتحوش فيها شويه دم يتجمع فيها دم ريفراكتوري هارت فيلير القلب بيعتمد ان هو بيضم الفايبرز بتاعته وبيشتغل مع بعضها فلما تكون الفايبرز مش عارفه تشتغل مع بعضها مش عارفه تلم بعضها وتشتغل في هذه الحاله يا جماعه ايه ريفراكتوري هارت فيلير يعني لا يستجيب للعلاج طيب لما اجي انا اشخص العيان ده اشخص ازاي ان واحد عنده مايوكارديال انيوريزم طبعا الكلينيكال دي صعبه الانفستيجيشن هي الكلينيكال دي صعبه شويه وان كان ممكن يعني بص يا احنا عندنا حاجه اسمها سيرف هارت ساوند الفيرست هارت ساوند ده هو قفله المايوكارديال والتريكاربت مع الفنتريكال كونتراكشن يعني احنا خدنا حاجه اسمها كارديك سايكل الفنتريكال بيعمل ايه؟ كونتراكشن وكان يبني صوت القفلة مع الفنتريكل كان عشان يعمل اس 1 طيب انا هنا عمل كونتراكشن فالمونيترالي قفل فالكارد قفل بس الكونتراكشن قوي ولا ضعيف؟ انا فقدت حته منه يبقى انا معايا 100 اس 1 يبقى اللي عنده انوريزم اس 1 بتاعه ايه؟ بس ده مش سبيسيفيك ليه؟ ما انا عندي مليون حاجه عندك لو واحد يقول شويه يبقى عنده 100 اس 1 يعني مش قصه يعني ده مش ايه مش الحاجه اللي هي المشكله المشكله جايه هنا المشكله جايه شايفين الحته دي؟ دي انوريزم حلو الحته دي الجزء ده كده اللي هو الازرق ده الحته دي من الليفت فنتركل اسمها ايبكس اوف ذا هارت بص على ايدي كده بص لي بص لي ده الرايت فنتركل عادي جدا الليفت فنتركل ورا ما يظهرش منه الحته اللي عماله تنبض شايف الحته دي يا مين؟ يا
يبقى الافضل مستمر موقف الحته اسمها ايه؟ ايه بس ركز معايا بقى الله يبارك لك. شايف الموضوع اللي قدامك؟ انا عندي كام حته برضه؟ برضه عندي حاجه اسمها ضابط ايه بس؟ يبقى انا عندي انيوريزم معايا ايه؟ هو مش الكلام مش حقيقي، هي ايه بس حقيقي؟ بس الحته اللي عامله لي بوز دي كانها ايه؟ هو انا حاطط ايدي على قلب العيال، انا لما احط ايدي كده، انا لما احط ايدي كده، انا احط ايدي كده، يبقى اي حاجه واقدر اكمل. دي ايه بس كده وكده؟ العيال ده مش تلاقيه بص عليه بس. بوم حاجتين. حاجتين عاملين بوم، بتقولي ازاي يعني؟ لما دي ولاد بتعمل كونتراكشن تروح تنام، ما انت فانا بحسها تروح دي ايه؟ مليانه. مش مش يعني مش هما الاثنين بيشتغلوا مع بعض. لا لما دي تعمل كونتراكشن توصل دي، لما دي تعمل كونتراكشن توصل دي، يعني هما شغالين عكس بعض، يعني انا احط ايدي كده عمال عايز ايه؟ ايه بس محطتين ثم بعض الثانيه، ايه بس ثم بعض مش مع بعض، مش بيعملوا كده. ها واحده ثم الثانيه، واحده ثم الثانيه، فمجازا قالوا عليها ايه بقى؟ تحس ضغط الانتكس سيستوليك دايستوليك. سيستوليك دايستوليك، يعني ايه سيستوليك دايستوليك؟ يعني لما دي بتضرب بالدور الثانيه مريحه والعكس شغالين عكس اساس مع بعض، يعني حتى يقول لك ايه؟ لما اعمل له ايكو الاقي في حته طالعه من القلب انيوريزم وماشي بارادوكسيكال مع الايبس. يعني ايه بارادوكسيكال يقول لك؟ يعني عكس، يعني ماشي عكس الايبس. يذكر هل الكلام ده ليه مندوب؟ هقول حته مهمه اللي انا عايز اقوله. في ناس يا ولاد بيحصل لهم مرض اسمه هايبرتروفيك اوبستراكتيف، يعني بس تعرف كلمه كده هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباثي. بص ده ليه ليفت، بص ده ليفت بتاعهم بقى تك كده تك، والسيمبتوم ده يبقى تك جدا. يلا يا دكتور حط ايدك كده، حط ايدك هتحس هنا ايه بس هتحس هنا كان السيستم كمان عامل ايه؟ بس هي مش قالت ولا حاجه، هي العضله مالها؟ ده هو خط يحس كده بص كده هي ضمن ايه بس؟ ده كان فين؟ خلاص الطب كله هو حاجه الدبل ايبكس في الكارديولوجي كله على الوحيد يا دبل ايبكس سيستوليك سيستوليك ودي بتحصل مع مرض الام تفصيلا اللي بفكركم بيها تاني اسمه بولكم هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباثي. يبقى عندي اثنين ايه بس شغالين مع بعض. ليه شغالين مع بعض؟ ما هي عضله يا دكتور هم شغالين مع بعض. يعني بزمنها سيستوليك سيستوليك دي مش عايزينها دلوقتي. دبل ايه بتحصل مع المايوكارديال انيوريزم، ولو حصلت مع المايوكارديال انيوريزم شغالين عكس عكس مع بعض، ولما يشتغلوا عكس بعض يبقى اسمها سيستوليك دايستوليك. يبقى في سيستوليك سيستوليك وفي سيستوليك دايستوليك. السيستوليك سيستوليك بتاعت مرض اسمه فوقر مش عايزين دلوقتي، اما السيستوليك دايستوليك بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ بتاعت المايوكارديال انيوريزم. ماشي الكلام؟ سهلة؟ طيب اخر معلومة، لما حد يا ولاد بيحصل له مايوكارديال انفاركشن او غير الاس تي ام ما تردوا عليا مش انا اقول يا اما انوفيتد يا اما بس معظم الحاجات غير كل انوفيتد. يعني بص واحد دلوقتي دلوقتي حالا انا بقول الكلام ده، واحد دلوقتي حالا حصل له ام اي، هو نازل قلب الطبيعي اهو، واحد حصل له ام اي دلوقتي بص يا ابني حصل له كده الموضوع ده اسمه انوفيتد. الاس تي دي معناها ان في تشو دامج، معناها ان في عندي تشو انوفيتد. اس تي معناها ها لما تكون انوفيتد اس تي معناها ان في عندي تشو دامج. انا ادي حاجات تعرف المذاكره جايب الشفت مين عملت ايه زي مين عملت كارديا دنجان شخصت ان هو عنده ها ريزن بام او حاجات في الرعايه كل شويه بعمل له ايه زي كل شويه بعمل له ايه زي وهديله بقى اوكسجين وهديله نيتريت وهديله حاجات دنجان وبلاد سبلاي واحاول ان انا اتعامل معاه بكل قوه. خلال 48 ساعه 72 ساعه ترجع الاس تي ايه تنزل. يبقى معناه ان حصل ايه يا ولاد دلوقتي؟ ان الدنيا بدات تتحسن، يعني الكيس ده مش بدا هو الانفاكشن ما خدتش. احنا قلنا الانفاكشن حاجه الانفاكشن بس انا الكيس ده مش اللي حواليه بدا ايه؟ انا بدا يتحسن. انا جاي عيان وحجزت كان عنده اللي فيش اس تي سيجمنت او غير معين في حته معينه وانا شخصت السني طب انا تديله العلاج بتاعه بعد 42 بعد 48 ساعه 72 ساعه انا لقيت الدنيا حلوه جدا خلاص ده حاجه كويسه كويس جدا. لا اربع ايام ولسه عندي اسبوع ولسه الاس تي عالية، اسبوعين ولسه الاس تي عالية. دي معناها persistent elevation of ST segment that means the presence of tissue damage and that diagnosed myocardial aneurysm.
ما يقال اليوز معناها تتفصل الاي سي جي عن طريق كونسيستنت اليفيشن اوف مش اليفيتد اي سي جي بس لازم تبقى يعني يعني انا عشان اتفصل اساسا لازم حد يجيب لي رسومات قلب رسم قلب رسم قلب رسم قلب رسم قلب رسم قلب والتواريخ معايا لو انت اكثر من اسبوعين اليفيتد اوف مثلا كونسيستنت اليفيتد وطالما هو كونسيستنت اليفيتد يعطي تصديق ان هو عنده بيوكارديا انا غير طبعا لازم بقى في هذه الحاله يدخل عندنا حاجه اسمها اليوريزكتومي يدخل الشال والاودي الخايف عشان ما يحصلش منه مشاكل النمور الثانية من الليت كومبليكيشن يحصل ما يقال بالالمان عند الولاد بيحبوا الاسئلة الصغيرة لو حد يجيب لك حاجة من الكومبليكيشن يجيب لك يوريزم ما يقال بالالمان يوزر حلو خطر ضربك ما يقال بالالمان ما يقال بالالمان عندي انيوريزما في القلب حصل كليت كومبليكيشن اوف ام اي عشان تنو وان البرزنتيشن اربع حاجات ها اكثر يعمل فيبر كارد ها ريكارن انزي ريكارن تصورت بالامبولات ريفراكتوري هارت فيلير اصفقه ازاي انا اصفق ازاي احنا قلنا ده في حاجات تفتكر ان لما انا حاصل ايه الجامع ده ضعيف بس لما انا حاصل ايه دي كلمه مهمه انا معانا برضه بس مع بعض ولا عكس بعض عكس بعض قالوا عليها ايه؟ عند السوليك ولا السوليك؟ طبعا حاجه اسمها السوليك السوليك ايه؟ دي بتاعت المعضلات اللي احنا هنعملها دلوقتي اسمه زي ام هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباثي لو عملت له ايكو او اي سي جي هيبان هذا الانوريزم بس على الايكو تلاقي ايرس فيها بارادوكسيك الموفمنت لو عملت له اي سي جي هلاقي معايا ريزيستنت انوفيشن اوف اس دي سيلز عشان اعالجه لازم اعمل انوريزم كانوا الكلام سهله؟ طيب يبقى ايه الكومبليكيشن بوست انفاكشن سندروم والكارتر انيمال برونكو امبوليزما ولا حد لو عنده منتشر بعد ما حصل له ام اي راح جاي غلطه مش غلطه في القلب غلطه في حته ثانيه يعني غلطه في الدماغ ها غلطه في السنين غلطه في اي حاجه غلطه في الرجل غلطه في اي مكان يا ولد بص بقى هو النيورال سيرفس لوحدها ممكن تعمل غلطات مش كده ولا ايه؟ على فكره هو كله حصل له ايه كومبليكيشن هو عنده نيورال تروما ما ده يعتبر سورس للايه؟ للغلطات مش كده بس هو لو عنده انيوريزم مش ده يعمل ريكفري تروما انيوريزم كمان ولا ايه؟ هاي يعني ده كمان سورس مش كده وبس ممكن هي نقعد بس هو ايه في المستشفى البرولونج ريكفري بيعمل حاجه اسمها دي في تي اللي هي دي فيونر تروما دي كمان عند الخط مصر على فكرة أي حد قاعد لفترة طويلة أي حد يا أولاد مثلا استقبل البعيد مثلا مسافر أمريكا وقاعد تسع ساعات في الطيارة مثلا يعني 10 ساعات طيارة فممكن غير مثلا تلاقي كل شوية يوم يتحرك كويس فعشان هو قاعد على حكم كده فانا كل ساعة يوم يبقى اتحرك يا جماعة شوية يحصل لكم دي يعني ولا يعني انت من كتر العادة انت من كتر العادة الاستجنيشن ده سلو سيركيوليشن ده ممكن يكون جلطات بالك واحد بيعمل كتير ما بيتحركش اللي عنده يوم معين اول ثلاث ايام يا ولاد بينام في المستشفى على تبعيه ما بيتحركش فدي انت القلب اللي بيستحمل الحركه فمن ضمن المشاكل اللي احنا ايه؟ طبعا انا كدكتور لازم اديله حاجه اديله هيبرين عشان يمنع تكوين حاجه زي كده لكن اهمال ما حدش مركز هنا كتير جدا دكاتره كتير جدا مش مركزه يا ولاد تلاقي عندك الميموز دي بي تي طب ايه خطوره الدي بي تي؟ هو دي فينس روبوت دي فينس تايم ما تفهموا معايا إيه لما كنت في الصيد تروح للايه؟ لغايه باب الظهر ورايح تاني يرشعها طلعني يعمل برمون انفكشن يبقى الدي بي دي نهايتها برمون انفكشن الدي بي دي نهايتها برمون انفكشن اما الحاجات اللي بتعمل في الليفت سايد ممكن بقى تروح للبرين تروح للريتم الارتري صدر فاينل حتى تروح للكورونا اللي بتقفل في بلاش تاني ولا حاجه تروح للبرين تعمل فينيك انفكشن رينال انفكشن بريفرال اسكيميا على حسب المكان اللي هي تروح لكل واحد من المصيب اوكي طبعا بيعلمك الليف كومبليكيشن عشان تحميها بقدر الامكان الكومبليكيشن الرابعه بريد اوف شولدر جاي واحد عنده ام حضرتك كان عنده الم في صدره الم يا سيدي على فكره في ناس كتير اللي بيجي لك يقول لك انا عندي الم في صدري بقى له يومين او ثلاثه ويطلع ان هو كان عنده ام حضرتك متخيل دي ولا لا؟ انا عندي دكتور وجع هنا احنا متوقعين بنستحمل يعني عندي وجع هنا الدكتور قال له هيروح النهارده ما راحش دكتور بقى لك قد ايه بقى اليومين ثلاثه متخيل ولا لا؟ فتعمل له اي سي جي وكارديك اند لاينز هتلاقي في مصيبه لا عندي ام اي المهم من كثر هذا الوجع اللي اتصنع في الشولدر هنا العين ده بيحصل له حاجه يعني ريفلكس غريب ده لازم يحصل قال لك لو يحصل اي تشيست بين كده
يحصل ريفلكس لبعض الكوليستريكشن في البلوتزم. اصل انا ده اللي سامعني يحصل بعض الكوليستريكشن في البلوتزم رايح للشغل. فيحصل اسكيميا الاعراض بتاعت الشوكر والهايبروفيس. تحصل له تيفوس يعني ايه تيفوس؟ لو حضرتك مش قادر تحركه كده او كده حركه ضعيفه جدا. تيجي انت اصلا انت كنت بتروح عشان تحركه حتى لو انت مش قادر. السندروم دي اسمها ايه؟ فروزن شولدر. فروزن شولدر محتاج ايه بقى ساعتها؟ تديله نسترويد عشان الالم، تحقنه فيها كورتيزون كانتي فايبروتك، وتبدا تعمل فيز للسر اللي اتحرك دراعه لغايه ما يرجع للرينج الطبيعي. هو دي كومبليكيشن ممكن تحصل اسمها فروزن شولدر اللي كانت كبير بين فازو كونستريكشن كيميا اند فايبروزس اوف مصل. تعمل سندروم اسمها فروزن شولدر. هذا فروزن شولدر محتاج يتعالج بثلاث حاجات هنقولها مع التريتمنت. لازم نون سترويدد انا جهاز قوي ادي برمجه تديله تحقنه فيها كورتيزون طبعا علاج طبيعي على امل ان هو يعرف يحرك الدراع تاني. طيب هو حصل انفكشن في برانش. برانش من كام؟ قال لي ولاد ما هو يعني معلش يعني ما هو اللي قتل واحد مش كده ولا لا؟ يعني هو دلوقتي واحد حصل له انفكشن في حته نتيجه مثلا ان برانش اتقتل. طب ما هو انت يعني هو عنده اثروسكليروسس يعني هو الاثروسكليروسس مالها اختار ده هو ماشي وممكن يجي في واحد اكثر من التانيين لكن بما انه حصل مره في واحد ممكن ايه؟ ممكن يحصل في التانيين يعني ممكن زي ما حصل في بدايه كورونا يحصل في الاسود السنس وما يحصل في السنس بريس وهتفضل يعني ممكن يرفع عليه الواحد ورا الثاني دي تو بريزر اوف ذا بريسبوندنج فاكتور اند ري انفارشن اي اوكي ري انفارشن اي اوكي مفهوم ولا لا؟ دكتور انا لما تصحى تلاقي كده افهم الكوره تقريبا فانكشن مين اوكي اللي يوتو بريزنس اوف ذا سيم بريسبوندنج فاكتور. يبقى احنا عايزين نلم الدنيا. افضل كده في يوم من الايام الدكتوره جالي سؤال ديسكاس جيفن اكونت اي حاجه بقى كومبليكيشنز اوف ذا مايند. هقول يعني ايه ثم ارص الاذن وارص وبعد ما ارص ارص اروح كاتب ايه ديسكاس ولا شوف واتكلم عليها شويه شوف صح براحتك بقى اقعد كده اتكلم بس اهم حاجه الرصه اللي في الاول دي مهمه جدا. الرصه اللي في الاول دي رائعه على فكره. كومبليكيشنز اوف ام ار اهم سؤال في الام ار اهم سؤال في فلسطين كلها اهم سؤال. يا رب الكل يتوضح كويس في مشكله ما خدتش انت اي حاجه دي وتغير حمايه تعالوا للدوار الطبيعي دي مرت حاجه يعني حاجات كتير جواكم لسه بدري لسه بدري يا ولاد خلصوا الكارديو في المستشفى ياخدوا سنة ثلاثة. هو كده. ما عرفوش كده ولا ايه؟ واحد لسه كان اسمك صح؟ ايه؟ ها؟ عشان الفورس اوف كونتراكشن يعني. ديكريز فورس اوف لا عايز اقول لك يا ايه؟ كيميا حصل لما حصل الشيفت اليوم حصل ريفلكس استريحت حصل ريفلكس بوجو كونستريكشن في البلاط بيزنس اصبح الدم رايح للعضله قليل طب انا قلت يا سلام فايبروزس 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 بس دايما الام اي بيدخل ديفرنشال دايجنوز مع الشيست بين عمر انجينا او انستيبل انجينا او حاجه اسمها بريكارديتس او دايسكتنج اورتا. عندنا سؤال تجميع دي هنعمله ان شاء الله اسمه شيست بين. هو اللي في الشيست بين يعمل هيمو ريكاردو بريكارديتس او مش التهاب هو حته فاضيه كده ممكن ترشح تعمل هيمو ريكاردو. بص يا ولاد investigations for MI. بص على الانفستيجيشنز كتيرة. هي كتيرة بس في اثنين لازم يتقالوا. طالما حد شاكيت ان عنده MI حتى احنا قلناها قبل كده في الانجاين. لازم اعمل حاجتين، هعمل ECG وهعمل كارديك انزيم. تمام. احنا ضمناها في الانجاين دي كويس كلوز. لا ده احنا لازم نتكلم عن MI بقى. يبقى انا عندي حاجتين مهمتين جدا. هعمل ECG وهعمل كارديك انزيم دول الاساس وفي اشياء اخرى. ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نعمل ايكو بس عليها. ها ايكو؟ ها؟
ممكن نعمل ان هي الراديو ممكن يطيب الصوت حتى الاس اللي ممكن تعمل ممكن اعمل الراديو دي اس ار واس بي ار بي واس سي بي سي والحاجات بتاعت البرنسبول اللي فاتت كل ده ماشي بس استخدمه بره. ودايما يا ولاد المنهج كده كل المنهج بتاعنا كده كل ده انت بتعمله بتلاقي انت ممكن تعمل اي حاجه طب انت يجي لك عايز تطلب له انفستيجيشن ممكن تطلب له صفحه كده انفستيجيشن بس احنا عايزين نعمل ايه؟ انفستيجيشن اوف سوايل ايه اهم حاجه؟ وبعدين لما تيجي تتجوز قول الحاجات المهمه الاول بعد كده ابدا ايه؟ قول الحاجات اللي مش مهمه براحتك يعني كده ربنا ايه؟ الانفستيجيشن عايزين نتكلم عليه هنعمله ايه في اليوم؟ اول حاجه بتحصل لو واحد حصل له ام اي بص المنظر ده ده مهم في القلب دي حته كده من الحته وده ارتري راح يغذي الحته دي هذا الارتري اتقفل الحته اللي مغذيها الارتري دي سنترال اريا ان شاء الله الغطا اللي هو يحصل فيها للجوز بس حواليه اريا اوف فيزو دامج وحواليه اسكيميك اريا الانفارشن يا ولاد ثلاث طبقات الارتري اللي رايح يغذي حته معينه الارتري اللي داخل كده اتقفل لو انا جبت هنا سيرفر ميكروز حواليه كده دي شو تعمل دلوقتي انا بعمل زي اسمه بتاع الصوم طبعا الدم مش موصل للبريفري كويس بقى عندي ايه؟ هايسكيميا كل حاجه من دول بتظهر في الاي سي جي بشكل معروف الحته بتاعت الميكروز دي بتظهر في صوره باثولوجيكال تيوم الحته بتاعت التيزو دامج بتظهر في صوره هايبر اكيوت تي واليفيتد اس تي سيجمنت الاريا بتاعت الاسكيميا تاني بقى صورة انفيرتد تي او فريد تي زي ما قلنا قبل كده اول ما حصل له انفارشن بص بس لازم القلب الطبيعي كده يعني لازم القلب العادي بص يا دكتور ال اي دي يو ار اس تي شايفين التي بص بس هنا لغايه لما ناخد الكلام ده التي طولها ارتفاعها لفوق اقل من تلت الار يعني لما يكون مثلا الار دي ثلاث مربعات كبيره مثلا الارتفاع دي تبقى اقل من مربع كبير واحد ده طولها الطبيعي يعني دي جديد بتقل مربعات حلو كده؟ لو واحد عنده هايبر اكيوت ام اي هتلاقي الموضوع بقى عامل كده بص يا دكتور شايف دي؟ مين اللي طويله هنا؟ ما دي ار ودي ايه؟ اصبحت التين طويله قريبه من ايه؟ لما تبقى طويله قوي كده اسمها طول تي او بيج تي او اسمها شيك قوي هايبر اكيوت تي تعرفوا عليها هيمالايا تي هيمالايا نسبة الى يبقى لازم ورايا حاجه طويله ودي معناها ان في تيجو دامج بس على فكره ما حدش بيشوفها تقول لي اشمعنى؟ اصل دي اولاد بتقعد دقايق معدوده ومحتاجه ظروف خاصه ايه الظروف الخاصه؟ انا دلوقتي عندي واحد ما بشتكيش من اي حاجه فانا بعمل له رسم قلب بشيك عليه بطمن على قلبه وانا بعمل له رسم القلب حضرت له قلبه وده حلو ولا لا؟ ولا اي حاجه؟ واحد ما عملوش حاجه لانه ما جاش حاجه ولا حاجه بس بحظه لسه ايه بقى؟ اللحظه اللي انا بعمل له فيها وانا بعمل له دلوقتي انا بدل ما اعمل له رسم القلب السبب تاني ولا حاجه لحظه اللحظه دي حصل له ايه؟ حصل له غلطه فيبان المنظر هذا الهايبر اكتيفيتي تقول يا دكتور يعني مش هتشاف خالص ما حدش بيشوف في نوادر الدم الا انا واحد على مونيتور ولا حاجه انا لازم تظبط عليه ايه؟ تقول لي مرضي الصبح ده وتعرف ازاي الواحد عنده ايه معاي؟ ما انت عرفت بقى عن طريق ايه؟ اليفيتد ها اس تي سيجمنت ممكن التي تبقى طويله كمان معاك يعني ممكن تلاقي اليفيتد اس تي ومعانا كمان هيمالايا تي بعد شويه تي بتنزل لكن لو معايا اليفيتد طب عندي سؤال يا ولاد لو جالك واحد عنده اليفيتد اس تي سيجمنت هسال سؤال ويرد عليا عندي واحد ركز معايا اصبع كده عندي واحد اليفيتد اس تي سيجمنت على فكره ده على فكره الهايبر كاليميا بترفع بتعمل اليفيتد اس تي سيجمنت البريكاردايتس بيعمل اليفيتد اس تي سيجمنت يعني الفاريانت الجينيا هتعمل اليفيتد اس تي سيجمنت يعني في حاجات كتير هتعمل اليفيت اس تي سيجمنت كيف نميز اليفيت اس تي سيجمنت بس يا كيف نميز اليفيت اس تي سيجمنت بتاع الريجن ام اي ولا اي حاجه ثانيه ها
أن تتبع خطوط الرسائل الأمور. كلام يصعب على الإنسان كفاءته. بص يا فالح أنت هو وهي. لما يكون عندي ريسنت ام اي هي اما خد الرايت كورونري هي اما خد الانتيرو ديستندنج مخصوص من الصوبه صح؟ هي اما خد قرص يا اما لا اقول يا اما خد الرايت كورونري يا اما خد الانتيرو ديستندنج يا اما خد ستيب كومبلكس. دكاتره ممكن ترد عليا لو لقيت الانفيتد اس تي سيجمنت ال 2 وال 3 وال 4 يعني انا في يوم واحد يعني قبل ورايت غير لما الاقيها في دي واحد وبين ده اربعه اديوم السن لما دخل ورايت قبل اديوم السن ولا هو في يوم واحد لو انا في ده في ده انت قول لي هنا واحد ثلاثه يعني انت لو قلت لك بروف لو ده في واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته يقول لي ان ده اكسبلبل انت ثلاثه يعني اللي دخل مين؟ اللي انت قلت له شخصين. هل من الممكن ان هو يقفل عمر رايت ولا في نفس الوقت؟ ممكن بس مات مش شايلينه مهم حاجه ولا لا؟ طب يا ريتكم برضه احنا معلش احنا بنعمل حاجه يا ولاد الهايبر كاليميا اللي سيستمك جديد هتلاقي انه بيت اس بي بيت. طب اقول حاجه يا ولاد البريكارديتس مطور في القلب كله يعني البريكارديتس عمل اللي بيت اس بي سيجما طب اللي بيت فين؟ يا دكاتره يبقى اللي بيت اس بي سيجما بتاعت الريسنت ام اي لابد ان تتبع توبوجرافي. انا قلتها بس انتوا ما ركزتوش. هو انا مش جيت المره اللي فاتت قلت لكم احنا عندنا اي سي جي والاي سي جي ده بيحدد لي ايه؟ فاهم كاميرات وكل مجموعه كاميرات بتمثل مول معين مش ده اللي عملناه ولا ايه؟ فاهم مش دي الحاجه اللي اتعملت يا ولاد؟ طب هي دي الحاجه اللي اتعملت تقول لي تاني؟ انا كده عرفت مين الارض اللي وصلت طبعا. طب خلاص جاي واحد عنده سجين الشاشه فين؟ في الاستقبال دلوقتي ردوا عليا كلكم بقى عنده شاشه فين في الاستقبال؟ انا عملت لها اي سي جي لقيت انوفيرد ان تي سيمنت ان اولي مستحيل ايه بقى؟ قول لي لو كان ام اي لو كان ام اي كان زمانه مات. لو هو فعلا ام اي كان يتبع توبوجرافيزم معين لكن ما يجيش في الاسبونسر وانا حتى فاهم اي حاجه وانت ميزه كده لذيذ في الاستقبال لو في الفتره دي انت واقف في الاستقبال غريب جدا ومحب نفسك وجالك معاه مانشستر ايه؟ فانت عملت له ايه جي مشهوره جدا والله فانت كل اللي تعرفته ليه جي ان في اللي بيت ايه جي فانت لقيت اللي فات السجن وانت عامل كل ده يبقى انت فاكر راجل ورا على ده يبقى قلب التراب والاستقبال الفورا لقيت اللي نايم ولا نايم واخد بالك ده ازاي جاي؟ حاجه دي مهمه انا واخد بالك بقول لك ايه بقول لك انا عملت ايه اللي عملت ايه في جي وفي يوم ما يبص يا دكتور قول لي بقى يديك على اتاك يقعد لك على اتاك كده يقول لك جيب الكاربايتس يا قطر عندك مباشرتين زياده فاهم حاجه ولا لا؟ فاهم؟ هو ما يبصش العيان هو عارف ازاي نادر الكاربايتس يا قطر ازاي؟ يبقى الانفيت اس تي اللي هو ايه؟ تسمع حاجه ولا لا؟ وانا لقيت كتير بس الكلام اللي اتقال بس كلام بسيط قوي قوي انا بقيت كتير بس هي كلمه لما الاقي الانفيت اس تي ماشيه مع التوبوجرافيز ماشيه في نوع معين هو ده اللي بتتقال. اما لو كانت في كل ليس مستحيل تبقى ماشي لحد اللي جاي بعرفها جاي واحد وحاجاته عنده الانفيت اس تي مش هحط ام اي بعد شويه الاس تي تبدا كده طب لو ما قدرتش المده طويله يبقى الاقي مزايا فالريستنس الاليفيتد ذا دايجنوز ما يقال الا دول يبقى لو كنت الريستنس الاليفيتد انا جاي ما يقال جاي فالبرود دي كمان هي الحته اللي في النص دي حصل فيها الكورونا صح؟ يا ولاد الحته اللي في النص حصل فيها شطرتي انا شطرتي ان لما يجي لي حد عنده ام اي ومعايا الهايبر اكيوت تي دي او حتى الاليفيت اس دي سيجمنت ان انا انقذه ما خليش يحصل له ايه؟ انفارشن ما خليش يحصل له ايه؟ انفارشن تقول لي ازاي يا دكتور ما تخلي يحصل له انفارشن فكذا طريقه اسهل طريقه يقول لك ادخلوا قنطره هو ليه كل فيديو تحت بكره ان شاء الله ادخل قنطره يبقى عامل ايه؟ يطلع على الجلطه يشيلها فاهم حاجه؟ شال الجلطه هل حصل انفارشن؟ خلاص يتابع يلاقي بعد شويه لسه في ايه؟ نورمال ما حصلش اي حاجه الامور كويسه او حتى يدي حاجه اسمها ترومبوليتك ترومبوليتك سيرم اللي هي الادويه اللي بتجاوب الايه؟ يعني بيعمل حاجه الفكره ان هو يجيب الكورونا اللي جايله انا واسع ومفتوح زي الفل بس انا دكاتره لو انا ما لحقتش الحين جاي لي متاخر ما عنديش امكانيات دكتور بيتبلع الحوارات كتيره وعندنا ست ساعات ايه ده يتكون ايه؟ ولو اتكون نزل الكورونا مفيش سبب ولا بختار
وما فيش امل من الصوم ولسه توفر فلوسه بقى. فاهمني ولا لا؟ انا مالهوش لازمه. ايه اللي خلاص حصل يا ولاد؟ هذا الميكروب بيظهر في القلب في صورة باثولوجيكال تيوب. طبعا دي كده يا ولاد، الحته دي كده دي اسمها تيوب، هي اول ديبريشن، اول نيجاتيف وينتر كومبلكس. الكيو ار اس اسمه كومبلكس، فاول واحده دي اسمها ايه؟ هي دورت ايه مش وقتها يعني، هي ليها معنى كده. لكن الكيو دي حجمها حقير جدا، عرضها ده يا ولاد اقل من ون سمول سكوير. بعد ذلك القلب ايه؟ مربعات كده، كل مربع كبير يحتوي على خمسة خمسة مربعات صغيرة. يقول لك عرضها مش مربع كبير، ها؟ أقل من مربع صغير. عمقها تحت النزلة تحت دي أقل من مربع النكست ار. يعني مثلا لو الأربع مربعات تبقى هي عمقها أقل من مربع. عايز أقول لكم حاجة، ناس كتير من هنا نعمل لهم رسم قلب زي ما أنا عامل كده. فين الكيو؟ مفيش حاجة اسمها خمسة في اتنين. هو الموبايل صغيرة ليه؟ هقول لك هي صغيرة فمش باينة. عشان صغيرة، طيب ازاي مش باينة؟ ويا رب يا رب يا رب يا رب ما حدش مننا أبدا تظهر عنده الكيو والأميال اللي بيحصل. قول يا رب ما حدش يحصل. يا رب ما تظهر. يا رب ما تبان عندك الكيو يا أخي. هتطلع فين يا ولاد؟ لو الكيو ظهرت، بص بص بص، ظهرت وحجمها كبير كده يا نهار اسود. فلو كبرت يبقى اسمها باثولوجيكال كيو. باثولوجيكال في باثولوجي، في استيميك نكروزس، وجود النكروزس معناها باثولوجيكال كيو. ده يا كبار ايه اللي حصل؟ واحد حصل له ام ار اي هايبر اكيوتي سوري الهيد اس تي سيجمنت ست ساعات، يبدا يظهر مين؟ باثولوجيكال كيو. تبدا الاس دي تنزل، وين اللي بتظهر اكتر؟ باثولوجيكال كيو. الاس دي بقت نورمال، واللي فضلت موجوده مين شاطر يقول لي ماذا تختفي هذه البطولات كثيرا؟ يا جماعه هو ده بيقول لي الست ساعات طبعا. ايه انت يا جماعه؟ هي حصلت بعد ست ساعات اصلا، هي حصلت بعد ست ساعات. هو ده كله بس من الصبح. انا خدت يوم تدور العمر اسمها فينجر برنت اوف ام اي، هي البصمه التي تركها الميوكارديال انفاركشن في الاي سي جي. دكاتره لو واحد جالي النهارده وكان عنده ميوكارديال انفاركشن من 20 سنه وعملت له اي سي جي هلاقي عنده باثولوجيكال كيو. يبقى الباثولوجيكال كيو تعني ان هذا المريض عنده نكروزس، وهذا النكروزس قديم، حاجه قديمه في الدنيا. لا يبقى تاني بقى نقول الدنيا. أول حاجة تحصل مع الهايبر أكيوتي المعينين. هايبر أكيوتي ودي من الجوكا كتير. يليها ألاقي الريفيت إف تي سيجمنت وكذا في الاستقبال. ولو لقيت الريفيت إف تي سيجمنت تاني تقعد مع نفسك وقت. هي الريفيت إف تي سيجمنت فين؟ فين؟ في أي تفهمني فين دي ولا لأ؟ في الانفيريور ولا في الانتير ولا في اللاترال؟ عشان لو لقيتها الريفيت فين كلهم رايحوا نفسك. دي مش حالة أنا ما يقدر من فترة لفترة في الحاجات التانية. الاحتمال الثاني يا ولاد ان انا ممكن الاقي ان انا الاقي باثولوجيكال كيو، ولو لقيت باثولوجيكال كيو معناها ان الحاله عموم. لو لقيت انفيزد اس تي سيجمنت تتبع توبوجرافيز يبقى الحاله ريسنت. لو لقيت باثولوجيكال كيو يبقى الحاله اوب، واكيد بديهيه ان الباثولوجيكال كيو لابد ان تتبع توبوجرافيز. لازم تمشي في يوم معين. ما هو برضه ما يبقاش باثولوجيكال كيو يعني حصل انفارشن. دكاتره هو الانفارشن ليس من ثلاثه ارض مع بعض. هو حاجه يحصل له الكوانتس في كل قلب ده جايين ازاي اساسا؟ في البول ولا لا؟ بس دي حاجه. ممكن واحد يبقى عنده باثولوجيكال كيو في حته، وعنده الانفيزد اي تي سيجمنت في حته ثانيه. من خمس سنين هدور الفانكشن خلي الانفيريور، فهلاقي ان اثنين وان ثلاثه وان دي اس فيها باثولوجيكال كيو. النهارده حضرت الاسرع هلاقي الانفيزد اي تي سيجمنت في خمسه وفي سته وان دي اس، في البول ولا لا؟ لكن الاثنين في نفس المكان اوعى تقول ايه؟ اصل هو عنده اكيوت وتوب اوف كرونيك، ولا عنده واحده ريسنت وواحده اولد اوف نفس الوقت. ما ينفعش يا ولاد. هو لو قاتل اتقفل خلاص، ده اتقفل بلا رجعه. لو حته حصل فيها انفارشن مش هيتكرر فيها تاني. يا رب يكون الكلام واضح. اخر مره بقى نعمل اي سي جي. تقوم مقطوع خلاص كده. اخر مره نعمل اي سي جي. اول حاجه تحصل ايه؟ نعمل اي سي جي بالظبط؟
لا لكن الجملة ايه؟ الجيد ان دي سيجنال طلبت عند السبع توبوغرافيز بتحتم خلال المعينة فضلت بالبيسنت اليفيتد وعلى جامعة يتارجل فالانيوليز حصل السمك لكلوز خلاص ده بعد ستة هتظهر معانا مضروب في الجيد ما تستفيش ابدا ولا بد من الاس تي ولا بد من الباثولوجيا كيو تمشي مع التوبوغرافيزم معين يا رب يكون الكلام واضح في اي مشكله لما كمل راجل من الالف واحد من الطلاب اتقفل الضغط على القلب تعاني من عدم وجود دم فالدم تبدا تعيط بس بعيط بدل التمور انزايم لما عضله القلب تبدا تتدمر يطلع منها انزايم هذه الانزايم تمشي في الدم يروح بالدم يقول لك ده في ايه في دامج في حاجه في الميوكارديا في حاجه في عضله القلب جوه فلقيت مجموعه كبيره جدا من الانزايم اشهرهم هم حاجتين بس احنا هنقول يعني ايه معظم الحاجات بس هم مشهورين حاجتين في انزايم اسمه سي بي كي اللي هو الكرياتين فوسفو كاينين ده مش سبيسيفيك للقلب ليه بقى؟ ده موجود في المصل بس في السكيلت المصل وموجود في البرينزل وموجود في الميوكارديا فدول طلعوا منه حاجة اسمها ايزوزايز فدي حاجة اسمها ايه؟ سي بي كي ام ام وسي بي كي ده بي بي وسي بي كي ام بي ام ام بتاع المصر بي بي بتاع البرين ام بي ده بتاع الميوكارديا بتاع الكارديك مصر يبقى احنا اللي بنشوف هو مين؟ يبقى انت ممكن تعمل التوتال سي بي كي ده في الافضل تعمل مين يا ولاد؟ سي بي كي ام بي ده اللي بتعمله في مصر اللي فاهم دايما عندنا هو مين؟ CBKMB هو ايزوزايم ده سبيسيفيك فور هارت وده اول انزايم بيطلع بعد 6 ساعات من خروج الام اي يقعد يومين ثلاثه ويختفي يحصل بعد 6 ساعات ويقعد يومين وثلاثه او يبدا ايه او يبقى في حاجه اهم منه بس ده الاشهر كانزايم ككلمه انزايم يطلع بعد 6 ساعات يقعد يومين ثلاثه اسمع الكلمه الحلوه دي لما تكون نسبته عاليه قوي معناه ان بعد الفرشه كبيره قوي نسبته نص نص يبقى الفرشه نص نص نسبته قليله يبقى الفرشه اللي تحته يعني حاجه حلوه ولا لا؟ حلوه وبعدين ولا في حاجه قلت اربع ايام جالي واحد دلوقتي في الاستباع عنده اكيد تشيست دي بقى له قد ايه ما بردش عليا طب من امتى مش عارف الحاجه فاخد بالك قمت انا عامل له بي سي جي لقيت الفيزيت اس تي سيجنال عملت له انزايمز لقيت السي دي كي ضربه هو عنده ام اي بس لسه ما عداش وده بالنسبه لي حاجه ايه؟ جوله حاجه اي جي ده بالنسبه ولا لا؟ انا ممتاز ولا ايه؟ لانه لسه جاي لي فاول كده اجمل حاجه يا ولاد بص انا طب تايم از ايموشن كل ما يجي لي بدري كل ما اغلط في الايه؟ العضله بتاعته واحميها من هذا الانفارش فاهم؟ يبقى انا عندي ايزوزاين اسمه سي بي كي ام بي ده بالنسبه للفورمال ايفارش يطلع بعد 6 ساعات يحتفل بعد يومين ثلاثه انا بستخدمه نسبته مهمه لما نسبه تبقى عاليه بقى الفرشه الجديد قليله بقى الفرشه القليل كمان لو لاب بيبدو عندنا حاجه تانيه بيبدا الفيوز يعني مثلا يدي الترومبوليتس والحاجات دي لما يبدا يدي الترومبوليتس فالدم يمشي يبدا الانزيم يلا بعدين يوصل بص انا بقى عندي حته فيها الفرشه فانا بشرب لها دم بشرب لها دم فالدم لما دخل بدا يلطف في ايه؟ المنطقه فطلع عندي شويه غبه مره واحده في بيت طلع وبعدين نزل تاني فلما يطلع مره واحده مع الصوم بوليت السلام دي حاجه كويسه يعني طول العين مره واحده الحته دي عملت ايه؟ عماله تتنظف والدنيا بدا يحصل لها ريبنفيوجن تاني. السي دي اي هو اشهر انزايم. في انزايم تاني اسمه ايه؟ اسمه ال دي اتش لاكتيت دايكوجينيك. يطلع من الكارديك مصر من السكيلتال مصر ومن الار بي سي ومن الكيدني لحد ما مش سبيسيفيك لاي حد يحصل. في منه خمسه ايزوزايم انزايم يعني نظرة هي شكله منهم ال دي اتش 1 2 3 4 5 وين ده بتاع الميوكارديوم يعني هو بص هو السي بي كي مش سبيسيفيك لكن ال دي طب ال دي اتش مش هنجيبه هو سبيسيفيك ال دي اتش 1 مظبوط بس ده بيطلع بعد 12 ساعه ولسه بعد 24 ساعه بعد 24 ساعه تفضل انا هترجمه فيها اقول لك الحالات اللي هي السيت من السي بي كي يعني ايه؟ جالي واحد بقى لي يومين عندي تشيست بين ثلاث ايام عندي تشيست بين طالع عملت له سي بي كي ممكن يبقى نقول لك عمل لي سي بي كي وعمل لي ال دي اتش فهمتني ولا لا؟ بس مش اي ال دي اتش ال دي اتش 1 مفهوم؟ الاثنين دول اسمهم انزايمز وهم فعلا انزايمز
يعني هو انظام واخد بالك في بقى باي ومارتر بتدخل ضمن كده مع الكونتنت ديزاين وده مهم يا ولاد حاجه اسمها تريبول الاي وتريبول سي او انا بقى هو التريبول عضله القلب اهي عباره عن اكتين وميوزين وفي بينهم معزول بيمنع الانفلام سلايدنج هذا العضله اسمه تريبول يدخل الكالسيوم هنا يروح ساحبه فيحصل سلايدنج يحصل كونتاكشن العضله دي حصل فيها الفانكشن كله ساح على بعضه فطلع هذا التليفون في السنتريجا مش في الدم عمل له ديتكشن في اول ساعتين او ثلاثه من حدوث الام اي يعني وزن النهارده الام اي ساعتين ده ارتقى التليفون ده ايه عشان كده حاجه حلوه ولا ايه؟ ها هو ايرلي ديتكشن بس ده مش انزايم ده بايو ماركر It is the most specific biomarker for recent MRI. أهم حاجة وأحسن حاجة وأفضل حاجة وأجمل حاجة وأحسن بايوماركر تعمله هو هذا التليفون. عايز أقول حاجة يا ولاد، عايز أقول حاجة، ما أدري كيف. اللعب بالأطفال ده بيبقى إيه؟ لن أساس عندهم، هو بيحب يلعب بالأطفال. يقول لك إيه؟ The first enzyme that elevated in recent MRI typically. إذا كانت تبايوان كذلك اللي بيتنا لا هذا اسمه ألفا ميجروبين هنكتب ذا فيرس بايوماركا اكتب يا عيني دي ذا فيرس بايوماركا 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 غير الزاي لا تقول دي ذا فيرس بايوماركا اللي بيتنا اللي بيتنا تقول له هاي إذ ألفا ميجروبين بصوا حتى كده بتوع الكلينيك البطول دي حلوه بس انا عايزين نجيب اربعه ايه اللي فيهم يخلص من الليله دي لو ردوا عليا ذا فيرست انزايم ذات اليفيتد ان ريسنت ام اي انا دي بي تي ذا فيرست بايو ماركر ذات اليفيتد ان ريسنت ام اي انت ما يقولوا كم ذا موست سبيسيفيك انزايم فور ريسنت ام اي دي بي تي انزايم ذا موست سبيسيفيك انزايم ذات اليفيتد ان ريسنت ام اي TBK-MB The most specific biomarker to recent MRI هو تليفورين على فكرة الكلام سهل مين أول إنزايم؟ أول إنزايم؟ أول بايوماركر؟ خلصت؟ خلصت؟ بس مين أصلا؟ لقيت حاجة واحدة بس؟ لقيت حاجة واحدة بس؟ ألفا مايجلوبين إز ذا فيرست بايوماركر ذات إليفيتد أقوله فين؟ ماشي على فكره موجودين اخر صفحه في الكلام البطل بس اوكي اللي عايز يكتب يكتب يلا يلا نكتب بسرعه اللي عايز يكتب يكتب بس بسرعه بسرعه صراع رد معايا يلا بسرعه بسرعه ذا فيرست انزايم ذا فيرست انزايم جت اليفيتد ان ريسنت ام اي از سي بي تي ام بي ده اول انزايم بيطلع خلصت أول إنزيم بيرفع مين؟ يلا ذا فيرست بايوماركر ذات إليفيتد إن ريسنت إم أي برضه أول بايوماركر بيطلع هو هو ألفا مايجلوبين حلو عايز تتكسر ذا موست سبيسيفيك إنزيم The most specific enzyme CDK-MB. ماشي عليك. The most specific biomarker. هو تريبونين 5. بس تتعمل هذا بس وانا ممكن اخد رايكم حاجه اعتقد قصه ولا بلاش هل ده يعني يا ممكن ده يعني انا دلوقتي عندي مشكله هل طلب الطب بجد انتوا كطلبه يعني انا معرض بقالي كتير مش طالب فقير مش عايش الجو ده هل انتوا فعلا بتبقى ديبندنت قوي على الدكتور اللي بيجيب كورس؟ اصل في حاجه المفروض انت ليك انت يعني انت ليك شخصيتك اه كل واحد ليه طريقه مذاكره ومذاكرته وليك سيستم بتاعه انا بقول لكم كده ليه؟ انا بقالي ثلاث سنه بدرس طب في اليوم بروح هناك وبدي العيال كورسات وبتاع فانا ثلاثه ايه؟ انا مقصر يعني مش عايز اشتغل عايز اوظف كده فاهمني؟ والشغل هنا كتير فانا مش عايز اسافر فالمهم ايه؟ كل يوم لازم ثلاثه اربعه طلبه يكلموني
وأولاده هو يكلمونه. أنا بقول لهم هو في حد بيهدي هناك وحد كويس. اشمعنى؟ طيب يا ريت طبعا هيجي لك مصر. طب هو ليه طلب يعني هو لسه هل بجد هيبقى طالب يعني قاعد كده ولا هكذا ولا أنا بقى أخرى؟ يعني أنتوا ولاد بتاخدوا كورس، بتاخدوا كورس ليه؟ عشان إيه؟ عشان إيه؟ لا دي حاجة، إيه تاني؟ ما دام بتسمع بنزينه لسه ولا إيه؟ لا عشان في كونتكست. طب ما هو برضه مثلا فلان ده حد ده شغل يعني عموما يعني حد مش موجود ايه اللي هيشتغل؟ ما ده ليه هيمشي؟ فاهمين قصدي ولا لا؟ اصل الناس العامة ممكن افتحها بطريقة انا لو فهمت يعني انا مش عارف برضه نفس القصة بتغني لمانيا ما رحتش لمانيا الدنيا قامت ازاي ومش عارف وانا حضرنا فقر واحنا مش عارف ايه والكلام ده فانا بقول لهم الدنيا ما بتروحش على حد اصل هو طالب ما كانش فيه كورسات يعني ما كانش فيه على فكرة ولا كان فيه تسجيلات يعني كان في فرصات ولا كان في مبلغ والله العظيم ولا كان في فرصات ومين ولا كان في تلفزيون كان في كانت البطله كلها دكتور يسطا اللي بقول لك كل البطاطا عليكم دول يعني ان الراجل ده كان 20 صح اقول لهم حاجه يا ولاد ما كانش في براند اسمه روماتولوجي هو اللي بكلمكم ايه 20 سنه بلد بقى رئيس القسم اللي 40 سنه فاهمني ولا لا؟ ما كانش في الكلام ده ما كانش فيه كمية المعلومات دي، هو كان فيه انفايت كده. كان يقول لك في حاجة جديدة دي فعلا في الوقت عندك ايفنت هو اللي اسمه خلاص. فالطب اصلا الطب ايه؟ البطلة ايه؟ شوفوا يعني هي كمادة كده دول دول اتطبقوا علينا يقولوا كذا. احنا خرجنا من الموضوع، دلوقتي سؤالي محدد. هل انا كده غلطة فقط؟ ان انا ما اعرفش يعني انا تعبان، يعني انا مش قادر زي الاول انا كنت خاربها يا ولاد. والله كنت خاربها. لو قلت لكم جدولي الاثنين اللي فاتت يوم السبت المانيا طبعا عشان سبت المانيا بطل لسه احسن طول الوقت المانيا قال لي هروح يبقى عندي حد اثنين ثلاثه اظهر الصبح نظري بعد كده انا عامل الحياه ضايعه الليل يوم الاربعاء عندي كل اكتوبر يوم الخميس اروح الصبح تكون المراه واروح اخر المراه ساعتين المانيا يوم الجمعه الصبح العصر وبعد كده اكمل في بلدها فدي حاجه ولا لا؟ لا بتاخد اجازه انت ولا تاخد اجازه انت؟ ساعتين يوم عندهم امتحان في ايه في يوم اجازه فانا لا اخد اجازه بس وغالبا كان عندي مجموعه مراجعه كلام ده مجموعه فالواحد كان انا تعبت وزهقت الموضوع بقى يزهق يعني ها بس ايه يا باشا؟ طبعا انت ما خلاص ما بتطوفش يعني ما انا دوست على حياتي كلها يعني ما انا دوست هي مرحله كده الواحد بيبقى عايز ايه انت عارف دوست الحاجه انت عايز تحط كل واحد في مكانه بس مش اكتر لكن خلاص انا مش فارقه معايا ايه؟ لا زعلان جدا بصي زعلان جدا جدا بصي جوه دي مشكله يعني لا هو انا هضرب انا شفت انا لا بس خلاص انا رقم والله خايف مش دي الفكره يعني انا مش دي الفكره هو ليه 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 الدنيا مش هتقف على حد يا ولد والله انا هسيبكم انا هتكلم معاكم صوت انا ما اظنش حاجه بس انت هل انا كده هو من حد هو انا مش من مزاجي لا مش انت دلوقتي انت لازم تقطع حياتك وقعدت في حياتك فجالي النهارده 10 عيالين، منهم الاثنين مش حاسين، طب هات الشركه عليهم. ايه المشكله يعني؟ لا ازاي مشكله؟ مش لازم يدخل انا تعبان، ملوش طوارئ، الطوارئ بيعمل اي حاجه مع اي حد. لكن في احمد في عيال ما بيعجبنيش ساعات بمشيهم، مش هاخد عليك. ازاي؟ او ناس معي الكلام وتقول لي انا بسيبك وعيد مظبوط ولا مظبوط يا اخي؟ تقول لي مش هظبطها ولا ايه؟ ايوه كده طب انا ما هو يعني طب ايه المشكله؟ انا جاي تعبان ومش قادر اجيب لك انت تاني خلاص من زين هل انا كده مظلوم؟ لا طب اعمل ايه طيب؟ انت ليه بتقول لي المشكله دي؟ لا المشكله بجد المشكله بجد ان احنا بنقبض قوي بنقبض ما بنقبضش على حد والله ما بنقبض على حد يا ابني ايه؟ مش مرتاح انت عارف يعني ايه هيجي لك صفر ده احنا مش عارف ايه انت عارف النظام اللي يقطع القلب ده اول ما احنا زي ما احنا مش عارف ايه النظام ده ماشي انت طبعا ما اخدتوش اي حاجه تفاصيلكم وانا شغل اقول لكم حاجه كده والله ما اخدتوش اي حاجه ايه؟ اروح على قلبي وخلاص اهم حاجه فاكر اهم حاجه فاكر هو عمل وقت الصباح ده بره ومش عارف مش عارف ازاي؟ موافق ازاي عامل ايه؟
داخل الكلام ده دلوقتي عشان يعلموك على وجه الاسم ان شاء الله. انا فاكر اصلا لما تضربوا كده، انا ما عنديش حاجه معاهم، بس الضرب اللي معاك اصلا. وانت لما حد بيروح حد على اليوتيوب وبيشرح وكده، فايه انت بتشرح مش عارف ايه ده انت كده، ولازم يقعد بقى اولا بص ايه الحشد والحقد وايه اللي في الادب كلها، فتضرب الحاجات دي اساسا. انا ما عنديش مشكله بس انت لما تضربوا كده. هي فكرة ومين اللي بيسافر باي مارتر؟ شكرا. حلو هنعمل ايه في الاولاد؟ دكاترة الحتة اللي فيها مايوكاردا انفارشن في الايجو هتبقى سيمينول. الحتة اللي فيها انفارشن في الايجو هتبقى سيمينول. الحتة اللي فيها انفارشن هتبقى سيمينول. مفهومة؟ ده بديهية صح ولا لا؟ وممكن يبان فيها بس ما تخبطش من الكلمة. ريجونال وول موشن ابنورمال يعني الحته اللي فيها البشر ما تحركش زي القلب، تحرك زياده عنه، اقل منه، نفس الفايندنج بتاعت الاولاد بتاعت الكيمياء. ريجونال ديفايد ستادي هنعمل اللي هو الديفوجن سكان. بس نعمل بيدو تكنيشن، تكنيشن 99 هيمشي في الدم وهيمشي مع الديستريبيوشن وبلاد سبلاي، وبعدين اجي اصور بحاجه اسمها جاما كاميرا. وانا بقول كلام غريب لما اصور قدام الكاميرا الحته اللي فيها الفرصه انا فاهم كل خط. طب لما اعملها ريب فيوجن تاني طلع دكتور ده هو قاعد هنا فوق لما يتحرك هي فوق بيموت هي فوق صح ولا لا؟ يعني هي كده كده اصل انا مش سكينيا مش سكينيا كنا بنقدر نخليها مجهود ونصور نذاكرها فوق وبعدين لما نقعد نستريح ده مش كده انت ترجع تاني طبيعي لكن هنا لا هو الفرصه ده حاجه ايه؟ ريفرسبل. طيب في حاجه بس عشان الام سي كيو جت قبل كده في ماده اسمها تكنيشيوم بايرو فوسفيت ده اسمه تكنيشيوم القذر بيحب النكروتك تيسون ده اسمه تكنيشيوم القذر اسمه تكنيشيوم بايرو فوسفيت بيحب يقعد يا ولاد بص 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 الحته دي دي حته اللي اسمها نكروزس طب بيمشي بالدم يجي يبدا بالحته دي فلما اجي اصور الاقي الحته دي تبقى هوكس بوكس ايه ده؟ يعني تقول لي بره التكنيشن يبقى كورت سبوت وبره يبقى كورت سبوت اقول لك على حسب نوع التكنيشن. ها التكنيشن العادي ده ها سيرتيت وخد حاجات كده بتستخدم انا يبقى ده عادي جدا هو الكود ودي المنطقيه دي لازم نستريح لها لكن كان في نوع قديم اسمه ايه؟ تكنيشن بايرو فوسفيت ها يبان ان هو كورت سبوت فقال لي ايه اللي فيه بقى؟ قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ ان مايوكاردال انفاركشن ريديو ايزوتوبيك سكيل مي بي اوتوس بوكس اوتوس بوكس بوكس تنفع كده وتنفع كده او كده وكده فاهمني ولا على حسب نوع ايه؟ فالتكنيشن اللي هو ده بيستخدمه بس طبعا الاكثر ايه والانفع ايه؟ لانها اوتوس بوكس. طيب عندي حته فيها دمج انفلاميشن ونكروزس وبتاع يبقى ليه استعمال ايه؟ يعني ايه استعمال ايه؟ استعماليه ها قلت لي اكتب قلت لي بيطلع معايا انفلاميشن حتى لو جاب السي بي سي السي بي سي بتاعتنا تلاقي في شويه ديوكوسايتوز في انفلاميشن جهاز المناعه تلاقي شويه ديوكوسايتوز تبدا تعلى يومين ثلاثه هتعمل سكر وسمنه ولا ايه رايك؟ تعالى ادور على الريسبوندنج فاكتور شوف الانفستيجيشن تسكيب بس اهم كلمتين اي سي جي وكاردياك ديفاين. سؤال هل الاي سي جي لوحدها تكفي؟ لماذا؟ كلمني الكلام منطقي الخمس حاجات اسمها مان ستيمي مان ستيمي ايه مان ستيمي دي؟ يعني ليه بتاخد ايه؟ النورمال في الكل ولا لا؟ عشان كده الابواب بيعمل حاجتين مش حاجه لوحدها هو مان ستيمي انا بشطفها عن طريق الانزيمز اساسا المان ستيمي بشطفها عن طريق طيب اخر سؤال اللي عنده انزيمز الانزيمز عباره عن انزيمز ايه؟ نورمال لان الانزيمز الانزيمز ما حصلش
الظاهر، لكن الظاهر السلمي او الظاهر السلمي اما قلنا ممكن يكون معاهم انزايم تعالية. اتعرف ولا لا؟ واللي بيتعمل هو مش انزايم باي ماركر بس مجازا يقولوا عليه انزايم اللي هو التليفون الاي او التليفون تي. خلصت المعلومات دي فيها اي مشكلة؟ طيب، تريتمنت اوف مايكروبيال انفكشن. علاج المايكروبيال انفكشن ثلاث مراحل، في هوسبيتال وهوسبيتال وافتر هوسبيتال او بوست هوسبيتال. قبل المستشفى قبل ما ندخله، وهو طبعا قبل المستشفى دي كلمة مجازية، يعني بري هوسبيتال يعني ايه؟ قبل ما ندخله رعاية، فاهمني ولا لا؟ ودي فيها خلاف على فكرة، فأنا عايز أنا أقول لك كل الآراء يعني. هو في بري هوسبيتال أنا كده لو قابلته في المستوصف في مش عارف إيه، أنا قابلته في الشارع جالك في عيادتك في عربية الإسعاف، دي كلمة اسمها بري هوسبيتال. لكن خليني أقول لك لا ما يكتبون فيها كده، بري هوسبيتال دي يعني بري بي سي يونت، كورونري كير يونت، مش اي سي يو، اسمها ايه؟ سي سي يو، كورونري كير يونت، قبل ما تدخله حتى لو انت في المستشفى ولسه ما دخلتوش في سي سي يو يبقى اسمها بري هوسبيتال. قبل المستشفى خالص وانت في الشارع فلازم في حاجه لازم اولا تجيب اكسجين لو في مرض اكسجين. دلوقتي في سكينيا يجي ايه؟ بعدين ممكن يكون عنده برمونه كونديشن ولا برمونه كبيره فانت تجيب اكسجين. وتعمل رابد ترانسفير تو هوسبيتال. لماذا؟ لان تايم از مرض. العين اللي انت بتشوفه بيموت. بيموت. شفت بيه رهيب. لازم تديله امل في الحياه، لازم تديله امل، هديله قطر وبدل، هقول لك كل حاجه ليه وركز معايا، وهديله مارفن وهديله ليدوكين، بس مش هضربه كده اف اف اف، يعني ايه؟ هديله الاتروبين الفيلد برادي كارديا، هديله مارفن ده اساسي عشان الفين، هو اكيد عنده فين، هديله دوكين لو حصل له اريزميا. يعني الاتروبين والليبوكين مش اساسيين ده لو ايه؟ لو حصل برادي كارديا اديله اتروبين. انا لو في بين واكيد في بين هديله يعني ده اكيد هديله مرسل حاجه قويه. انا الليبوكين لو في اريزميا لابد ان انا اديله هذا الليبوكين. حلو كده؟ لما اجي اقول لك كلمه اتروبين هديله من نص اللي 1 مللي جرام. طبعا المرسل يعني احسن حاجه خليها من 5 ل 10 عشان تمشي معاهم. الليبوكين من 50 الى 100 مللي جرام كلهم طبعا انترا فيرس بالفرقاصه دي طوارئ ولا ايه؟ هتدي الادويه ازاي؟ اول ما قبله هديله ايه؟ امل في الحياه. طبعا البنات بيدخلوا كده في الاورا يقولوا الدكتور عشان يديله امل في الحياه ده ليه بقى؟ اصل انتوا بتتكلموا غلط. يقولوا هنديله اتوم على فكره حد قال لي هديله اتوم من هزاق. انا هديله اتوم من هزاق. من الرجال الصفيف هادي كارديا فاهمني ولا لا؟ لو حد قال لي هديله الدكتور هيقول له عبيط. ده الدكتور لوحده ممكن يعمل اريزمي. انا بدي لو كان عنده فاهمين الكلام ولا لا؟ ثلاث حاجات جديده عايزين نكتب ايه ثلاث اربع حاجات جنب كلمه برد في الهوسبيتال هنكتب كلمات ونتناقش فيها يا ولاد. ريسنتلي بس ده بيتعمل فين؟ في المستشفى قبل ما ادخله ها الدي سي يو. حلو كده؟ بعمل ايه بقى؟ شويه حاجات شويه حاجات بس هتوقف عليها. هديله نايترين وهديله بيتا بلوكر انترافينوس وهديله هيبرين وهديله اسبرين. وركزوا معايا في الكلام كلمه كلمه الله يرفع. بصوا ربنا يبارك لكم. اول كلمه يا ولاد وانا خلاص انا شخصته انا عملته انا في الاستقبال في الطوارئ انزايمز وعملت اي دي جي وانا شخصت ان انا ايه؟ انا كنت متنزل في وعر رعايه القلب الجديد قالوا لي خمس دقايق وطلعه انا مش هتفرج عليه في خمس دقايق دول اعمل له ايه؟ لازم اعمل له شويه حاجات. ايه الحاجات؟ قبل ما ادخله الرعايه اعمل له ايه؟ قبل ما يدخل الرعايه اكون مديله ميتين، حتى صابلين له ميتين طبعا ده. ماشي كده لو هو انترا فينس من غير كل. بيتا بلوكر از من غير انترا فينس. هو بيتا بلوكر يعمل ايه في القلب؟ يعني هو راجل يرضى ولا لا؟ هو انا عندي فاكشن. طب دي تاكي كارديا. وتاكي كارديا هدول احتياجات القلب. هل القلب يبقى ايه؟ يهدى. كل دكتور مريض يدخل يا دكتور خلاص الدنيا اتغيرت. العلم اتغير. تعال زمان لو كنا قلنا بيتا بلوكر واحد عنده ام اي ولا واحد عنده هارت كده كانت تبقى كارثه. دلوقتي خلاص البيتا بلوكر بقى تاني اهم دواء في علاج الهارت فيلير. الناس اللي عندها هارت فيلير دي بيتا بلوكر واحنا مش لاقيين ولا نعرف الكلام ده. نمره ثلاثه اديله هيبرين واسبرين. اسبرين ده ما انتهاش ابدا. استاذ عندنا يا ولاد استاذ كبير يوم من الايام حس بشفت بين. كويس؟ وهو قال ايه؟ ده شفت بين وده تيكت الانزايمر فين؟ وغالبا يعني انا عندي ام ار. حلو كده؟
راح يناسب قرصين انفرنس، مضاربهم كده وبلاش خالص. وجاري طبعا هو فاهم بقى، فراح جاري على المستشفى. عملوا له قرصان المستشفى، قالوا له كان في جلطه بتتكون وتحسس. فاكر حضرتك هذا وفعلا فتحنا الكتب لقينا حاطين اول حاجه انت قلت لي اسبرين. اسبرين اصبح سحر يا ولاد. لو واحد انت بقول لك اهو لو شكيت ان واحد ده في المقاعد ومش لاقي حاجه تعملها قلت لك اسبرين. ده بتاع الاطفال ده اسبرين ده بتاع الاطفال. اكل ضدهم وابلعهم. انتي بليتس اجل مش في جلطه بتتكون. الجلطه دي بقت تكوينها الاساسي لازم بليتس في الاول. طيب لما بدور على هذه البلاد انا قلت له قلت ايه؟ سبحان الله كان اسمه بلاد ببلاش. هو هذا الاسبرين من الحاجات السحرة السحرة. طيب نادي هبل دكتور هو ايه البصمات بتاع الفقر؟ تروما صوتوك يعني كده كده في تروما فلازم ادي حاجه عشان تدورها وبعدين شارع حزب المستشفى عشان يجي في دي عشان ممكن يكون عنده نيورال تروما ممكن يكون عنده تمام ولا يعني كده كده انا احتاج ان انا اديله هبل. بص يا ولاد عند البنات بالذات هندخل دكتور نقول لهم ايه؟ بتعملوا ايه بري هوسبيتال؟ عشان خاطر يتكلموا كده. قلنا بري هوسبيتال ما تنعيش في البيت او في العياده بره ولا بري هوسبيتال لما دخلوا سي سي يو؟ بري هوسبيتال ورا بره بسرعه. بصوا يا جماعه لعبه ترانسفير تو هوم اديله اوكسجين اديله اطول لو في بريدنج كارد اديله اوكسجين عشان الدين ده اساسي اديله اوكسجين لو في اريزيا. راجل مصاب اوكسجين انزل اربطه في العربيه او في اي حاجه. وبعدين يا ولاد وبعدين بيتا بلوكر اساسي اللي يدريد اساسي الهبل الاساسي مفهومة؟ عاملين لحضرتك اختار حاجه؟ اسمع لو اخترت حاجه اختار مين؟ من اهم الادويه التي تستخدم في حالات الايه؟ الام اي طبعا عشان تمنع السرقه. فهموا كده الكلام؟ طيب في اوروبا والبلاد المتفقده وبعض الدول العربيه زي دبي فالعربيات بتاعت الاسعاف يا ولاد بتبقى مجهزه لدرجه ان هم ايه انا مش عملوا قسطره في عربيه الاسعاف. احنا عشان في عربيه الاسعاف عشان توصل اساسا للمكان يكون مات. ولو وصلت وحدثوا على مدرج على تاني انا واحد من الناس بتصرف عربيه الاسعاف بعديها وامشي وراها مشكله ولا احنا بنقعد ايه؟ احنا ايه هدف معرفه كده عشان يفتحوا لنا الطريقات بسرعه واصلا انت على ما توصل لمكان فوق الاسعاف مصيبه مصيبه. وبعدين عربية الإسعاف عندنا عبارة عن إيه؟ مين اللي بيعرف عربية الإسعاف؟ لأن مرهق. المرهق ده إيه؟ عشان فرص الطرق والحاجات دي كلها، هم بيشيلوا بيشيلوا عربات ويحطوا في العربية ودي المستشفى. أصلاً ما بيكونش فيه دكتور أساسي. مفيش يا ولاد مرهق أكسجين. فخلينا نسيب اللي إحنا فيها ولا لأ؟ دلوقتي بقى طبعاً الجيش والحاجات دي الله يسهل لهم مصروفة. عندهم اللي هو الإسعاف طيارة، في طيران، وتلاقيها مجهزة على أحسن الإمكانيات. برضه بقى الإسعاف العادي كده. يعني الإسعاف العادي مجهز. تخيل واحد حصل له ام اي اتعمل له اي سي جي وحطها في عربيه الاسعاف وانفتحت القسطره واتخضر واتبنج وعمل القسطره في الاسعاف. انت مجهز ولا لا؟ شايفين يا جماعه؟ شايفين الناس بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في ايه يعني؟ اه طبعا يعني انا مشكلتنا كبيره. خلاص دي حاجه اسمها ايه؟ بري هوسبيتال او بري سي سي يو. لما يجي بقى هوسبيتال هوسبيتال تريتمنت هوسبيتال اديله القطب. اديله القطب يلا. اديله القطب. احنا نزل في احسن عمال. لا احنا قلنا نزل، اخر حاجه خدناها ايه؟ بدانا مين؟ والله احمد يا زميل، المكانات والبرشل وبرشل وشال البرشل. ها؟ ايه الاكشن بتعمل ايه؟ تعالى وانت جيت؟ كونفكتيريتي؟ صبر وكورونا ريفولفر يا فندم، مين بس بتوع حياه تخانين؟ مين هما؟ برومال ها ده تمام ما ينفعش نفتكر لان معاه ريفلكت كارد فاضل ها اشرف واحد بقى اشرف واحد قبل اللي بيجي جرعته عارف جرعته؟ عارف جرعته؟ لا ما كان طبعا خلاص 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 هو بيبقى مش ده قال لك كنت بتكلم؟ لكن الكنترول بتكلم ماشي ماشي ماشي. قول يا دكتور دكتور يعني ايه اكيد كورونا اسمه دكتور؟ سرقهم لي يعني
كنت طالب في الجامعة. الاثنين مارشال وبلوز. والثاني كومبليت وبلوز. وفي الاثنين حصل انفكشن. حصل كيميكال كولز. فالان ستيبل ما حصلش. لو ما حصلش كولز ده ليه ان ستيبل. لو حصل يبقى فيه انفكشن. يا اما الثاني يا اما ولا ستيبل. حسب هو مارشال ولا كومبليت ممتاز. الدكتور اللي جنبه. هذا فريسة مقدمة معينة. تمام صوت تمام صوت صوت ده الدكتور. ايوه هو لو عملنا صوتنا الفاضي عنده ايه معينه ليه؟ احتمالات خلاص بكره نلم ميه ونتحدث بحد ان شاء الله.